الإجهاض المتكرر كلمة قاسية جدا، في لحظة معينة قد يستدعي هذا الإجهاض المتكرر إن إحنا نلجأ لحاجة اسمها حقن مجهري. الإجهاض المتكرر اللي هو حدوث أكتر من مرتين من إجهاض متتاليين ورا بعض، الزوج يشكل 35-40% من أسباب الإجهاض يعني. تقريبا داخلين في النص تقريبا. أنا كزوج وما فيش عندي مشاكل والسائل المنوي بتاعي ما فيش فيه مشكلة، إزاي يكون عندي أكون سبب في حدوث الإجهاض؟ في رابط بين الإجهاض المتكرر ريبيتد أبورشن والحالة النفسية. موضة وانتهت ومفيش حاجة اسمها لا قطط ولا فراخ، خلاص الموضوع ده اتلغى من سنين. أه. من سنين فعلا يعني. يعني ايه لو عندك قطة في البيت وحامل؟ لا 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 مفيش لا لا اي مشكلة خالص. ليه انا بحبش الفتية ديت؟ لان انا بحب القطط جدا. الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. معظم الستات بيحسوا بالذنب بعد الإجهاض وبيتصوروا إنهم قاموا بسلوك خاطئ زي إجهاد نفسهم بحركة زيادة أو مجهود أدى لخسارة الجنين. الإجهاض شائع في التلت الأول من الحمل وبيحصل لواحدة من كل ست ستات. أغلب الإجهاضات بتحصل لأن البويضة الملقحة في الرحم مش بتتطور بشكل سليم، وبنسبة من 60-80% بسبب مشاكل الـ DNA أو الصبغة الوراثية في البويضة الملقحة. معظم أسباب الإجهاض أسباب طبية علمية، لا بسبب التمرينات ولا الجهد ولا ممارسة الجنس، وفي حالات كتيرة السبب بيكون مجهول. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا جدا وموضوع شديد الأهمية، ريبيتد أبورشن أو الإجهاض المتكرر. موضوع مهم للزوجين، حتى الأسرة بتهتم، ده كمان مهم لطلبة الطب، لازم يركزوا لأن ده سؤال مهم جدا. الإجهاض المتكرر كلمة قاسية جدا، والأسباب والرابط ما بين النساء والبطنة في الحالة دي أو بالأحداث الباطنية وبالأحداث المرضية اللي بتحيط بالزوجين رابط وثيق للغاية. طبعا في حاجات في النساء قوي، يعني مثلا العامل الوراثي، العيوب التشريحية اللي في الجنين في الرحم او عيوب خلقية في الجنين، كل ده هنسمعه واكتر. لكن في البطن في روابط، يعني مثلا لو حالة الدم فيها نسبة او فكرة او فرصة حدوث تجلط عالية، في امراض دموية لزوجة الدم عالية، زي مثلا في البوليسيستيميا مرض الهيموجلوبين في لزوجته عالية جدا، الار بي سي عددها كبير، ده مرض اسمه بوليسيستيميا. في مرض اسمه انتوفوسفوليبيد سيندروم متلازمة موجودة في سيستميك لوبس، دي قصة وموال مهم جدا جدا. برضو احنا عندنا الانفكشن العدوى البكتيرية والفيروسية، طب كمان في حالات مرضية امراض مناعية ممكن تلعب دور. طب ده كمان العلاج الإشعاعي والكيماوي وبعض المواد الكيماوية في الحياة اللي بتعرض لها الأم ممكن تؤدي لذلك، ده الموضوع كبير جدا. وبعدين في لقطة معينة، في لحظة معينة قد يستدعي هذا الإجهاض المتكرر إن إحنا نلجأ لحاجة اسمها حقن مجهري، دي قصة مهمة جدا. تعالوا النهاردة نفهم ونقترب من هذا المعنى مع ضيفي العزيز اللي بيبدع في حواره الحقيقة وبيسعدني دايما بأسلوبه يعني الهادئ الجميل اللي مليء بالمعلومات، وده صعب بالتجميع بين ان الواحد يقول معلومات غزيرة جدا بس بأسلوب هادي جدا زي كده، حس انها قاعدة علمية فيها درجة كبيرة جدا من التفاصيل والرقي العلمي المتقن.
ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير صاحب ماجستير الحقن المجاري من جامعة ميسينيا بإيطاليا وصاحب دبلومة جراحات المناظير متقدمة من فرنسا ودبلومة جراحات المناظير الدقيقة من الهند ضيفي العزيز وعضو طبعا الجمعية المصرية والجمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. الحقيقة جهاز المتكرر موضوع بيربطنا مع بعض ربط وثيق جدا بين البطن والنساء ولذلك أنا هبدأ الأول تعريف يعني إيه جهاز متكرر متى نقول عليه جهاز متكرر والأسباب. الإجهاض المتكرر هو نعرف بس اللي فيه نوعين من أنواع الإجهاض، الإجهاض اللي بيحصل في أول 3 شهور وفي الإجهاض اللي بيحصل في 3 شهور اللي في النص اللي هو الشهر الرابع والخامس والسادس. الإجهاض المتكرر اللي هو حدوث أكتر من مرتين إجهاض متتاليين، يعني مش شرط يكون مثلا حصل مرة إجهاض وبعد كده حصل حمل طبيعي وولد سواء طبيعي أو قيصري وبعد كده حصل إجهاض وبعد كده ده ما يتقالش عليه إجهاض متكرر. الإجهاض المتكرر اللي هو حدوث أكتر من مرتين من إجهاض متتاليين ورا بعض، ممكن يكون مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ده هو تعريف الإجهاض. سواء الإجهاض ده بيبقى في أول 3 شهور أو سواء الإجهاض ده بيحصل في 3 شهور اللي في النص من الحمل. ده بالنسبة للإجهاض. الأسباب بتاعت الإجهاض المتكرر بتختلف في أول 3 شهور بتختلف تماما عن 3 شهور اللي في النص. لو اتكلمنا عن الأسباب بتاعت الإجهاض، الإجهاض عموما بوجه عام في الإجهاض بيبقى ليه سبب في الزوج، وده طبعا من الحاجات اللي لازم يتعمل لها حساب ولازم يتعمل لها اعتبار، لأن دايما الزوج بيتنصل من موضوع اللي أنا ما عنديش مشكلة، أنا التحليل السائل المنوي عندي كويس ما فيش فيه مشاكل، يبقى أنا كده بريء من موضوع الإجهاض اللي بيحصل عند الزوج. على فكرة يعني في الثقافة مش ثقافة الفكر الخطأ الموجود في ربوع مصر، الرجل مجتمع ذكوري، الرجل أولا لا يفكر أبدا، لو هو رجل يعني هادئ وبتاعه كويس ما بيفكرش أبدا أنه ممكن يكون مسؤول، دي أول حاجة. لو الرجل ظالم يبدأ يتعامل مع المرأة بالتهام أنه هو أنت بتجهضي، أنت في كيبة مشكلة. مع ان هو الزوج يشكل 35-40% من اسباب الاجهاض يعني. تقريبا داخلين في النص تقريبا. فالزوج عليه عامل طبعا، وفي طبعا اسباب بترجع للزوجه، وده طبعا موضوع كبير لان احنا مش هنتكلم بس على حمل وهنتكلم على رحم وهنتكلم على تبويض، احنا هنتكلم على حاجات هرمونيه في الجسم بعيده اصلا كمان عن هرمونات التبويض بتتحكم في استمرار عمليه الحمل. وفي جزء ثالث بقى اللي هو الجزء الخافي اللي هو الجنين نفسه. الجنين ده بيجمع الصفات الوراثية بين الأم وبين الأب، فلو حصل خلل جيني لاجتماع جينات الأم وجينات الأب فبيطلع جنين غير صالح لاستمراره، وده جزء خفي احنا ما بنعرفش نتحكم فيه وما بنعرفش هو ممكن يكون هو السبب ولا لا، وده دور الحقن المجهري في عملية زي دي. طيب نتكلم على الأسباب اللي لها علاقة بالزوج. انا كزوج وما فيش عندي مشاكل والسائل المنوي بتاعي ما فيش فيه مشكله، ازاي اكون سبب في حدوث الاجهاض؟ اكون سبب في حدوث الاجهاض اللي هو تكسر الماده الوراثيه للسائل المنوي، ودي ما بتبانش الا بتحليل تكسر الماده الوراثيه. تحليل الزوج يطلع كويس، العدد ممتاز، الحركه ممتازه، ما فيش اي نسبه تشوهات بتبقى موجودة في السائل المنوي، مفيش لزوجة موجودة في السائل المنوي، مفيش صديد موجود في السائل المنوي، وتلاقي التحليل التكسر المادة الوراثية فيه عالي جدا اللي هو أعلى من 20%. تكسر المادة الوراثية لما يكون عالي ده بيبقى سبب إن الجنين ده ما بيعرفش يكمل ويوصل بيعدي الأسبوع العاشر من الحمل فما بيكملش، ودي مشكلة كروموزومز. هيقول لي طب انا اعرفه منين؟ في عرض، في حاجه ممكن اكون اعملها؟ لا، مفيش اي عرض لتكسر الماده الوراثيه، ومستحيل حد يعرف انت عندك الماده الوراثيه اللي موجوده في الحيوان المنوي كويسه ولا لا الا بتحليل تكسر الماده الوراثيه اللي هي الدي ان اي فراجمنتيشن. طيب في اسباب تانية ممكن تكون موجوده، الاسباب اللي ممكن تكون موجوده في السائل المنوي اللي هو نسبه التشوهات ممكن تكون عاليه شويه، ممكن تكون في مشاكل في الصديد في السائل المنوي فبيخلي الوسط بتاع الحيوان المنوي غير صالح لاستمرار عملية الحمل. طيب ده بالنسبة للزوج، ولازم نركز على النقطة دي، أي زوج وزوجة جايين عندهم
إجهاض متكرر لازم نعمل تحليل تكسر مادة وراثية للزوج حتى لو تحليل السائل المنوي بتاعه كويس. أسباب تكسر المادة الوراثية ده موضوع عايز حلقة تانية خالص نتكلم بها في استفاضة، وبتوع الأندرولوجي طبعا بتوع الذكورة هم أو يعني أعلم بالموضوع ده منه. نتكلم بقى على الزوجة. الزوجة هنتكلم على ثلاث حاجات موجودين عند الزوجة: الهرمونات، الرحم، البويضة. تمام؟ لو اتكلمنا على الهرمونات اللي ممكن تكون موجودة عند الزوجة وبتتحكم في استمرار عملية الحمل، أول حاجة الهرمون اللي هو TSH، هرمون الغدة. الغدة الدرقية. الغدة الدرقية طبعاً اللي هو الثيرويد هرمون. دايماً إحنا بنعمل تحليل. الثيرويد ستيميليتنج هرمون TSH اللي هو الثيرويد ستيميليتنج هرمون. المثير للغدة الدرقية. بيطلع من الغدة النخامية ويؤثر على الغدة الدرقية بالظبط. اللي هو المراية بتاعة الثيرويد جلاند اللي هو الغدة الدرقية. هو الطبيعي التحليل في معظم المعامل النتيجة لحد 5 انترناشونال يونت. طيب انا لو عملت تحليل وطلع 5 ده كويس؟ لا بالنسبه لي مش كويس، ممنوع يزيد عن 2.5. ولما ادي الزوجه العلاج الغده الثايرويد هرمون اللي هو الاسماء اللي موجوده في سؤال التروكسين او اي ثايروكس، مش بديها عشان انت عندك غده، لا انا بديها عشان النسبه تقل عن كده، فده يحفز نشاط في الجسم وينشط حاجات كتيره في المبيض ويطلع بويضات كويسه، فده بالطبيعي يخلي الحمل كويس. ده بالنسبه للهرمون. فمش معنى ان انا اقول لك انت عندك غده، لا انت كويسه جدا بس انا عايز النتيجه تكون افضل. ده بالنسبه للثايرويد هرمون. طيب في حاجات تانية؟ في الحاجات التانية اللي هي التحاليل اللي هو الاجسام المضاده اللي موجوده في الجسم، ودي مشكلتها اللي هو حاجه زي ما قلت حاجه في بدايه الحلقه اللي هو سيستميك لوبس اللي هو الانتي فوسفوليبيد، الحاجات اللي هي بعض الامراض الموجوده في جهاز المناعي بتؤدي الى تكون جلطات صغيره ما بتأثرش على الصحة العامة، بس بتبقى بالتارجت بتاعها اللي هي توصل للجنين وتمنع وصول الدم للجنين فخلي الحمل ما يكملش. النقطة التانية كمان، ودي طبعا لها تحاليل ولها علاج وعلاجها بسيط جدا ما فيش منه أي مشاكل. النقطة التانية بقى اللي هو المصفر جين. ده جين بيبقى موجود في السيدات مسؤول عن تحويل الفوليك أسيد اللي احنا بناخده للميثايل فوليت. كلام جميل. طب لو الجين ده مش موجود يبقى الانزيم اللي موجود في الجسم ومسؤول عن تحويل الفوليك اسيد اللي السيده بتستخدمه اللي هو مهم جدا في عمليه الفيرتلايزيشن، مهم جدا في عمليه الاخصاب بتاع البويضه بالحيوان المنوي، وده من الحاجات مش عشان يمنع تشوهات زي ما الناس ما بتتكلم، لا هو ليه فايده كبيره في استمرار عمليه الاخصاب. فالجين ده مش موجود، فالإنزيم ده مش موجود، فالعملية الاستفادة من حمض الفوليك مش هتتم. فلازم نعمل تحليل نشوف هو حضرتك الجين ده موجود في جسمك ولا في خلل. والخلل ده نوعين، بيبقى فيه نوع جزئي ونوع كلي، بغض النظر هو العلاج بيتاخد عشان يمنع حاجة زي دي. ده بالنسبة للمصفر جين. وبالنسبة للأجسام المضادة وبالنسبة لهرمون الثايرويد. أنا بتكلم بصفة عامة، في حاجات تانية ممكن نستفيد بها أكتر، بس بتكلم على الهيد لاينز بتاعة الموضوع. احنا كده اتكلمنا على الهرمونز، نتكلم بقى على الايه؟ على الرحم. لو اتكلمنا على الرحم هنتكلم على الرحم بملحقاته اللي هو اول حاجه الانابيب. الانابيب مش لازم تكون سليمه، يعني لما مثلا اطلب من السيده اشعه بالصبغه مش عشان اعرف بس الانابيب سالكه ولا لا، يعني هتيجي سيده هتقول لي مثلا انا دكتور حصل حمل يبقى الانابيب بتاعتي شغاله، طب انا هعمل الاشعه بالصبغه ليه؟ مش عشان اعرف هي شغاله ولا لا، انت عارف ان الانابيب عندك شغال، بس ممكن يكون في صديد موجود في الانبوبه والصديد ده بينزل على الجنين فبيخليه ما يكملش الشهر الثاني او الشهر الثالث. طيب الحل بتاع الحالات اللي زي دي ايه؟ الحل بتاعها اللي احنا بنعمل منظار ونفصل الانبوبه اللي فيها مشكله، يعني الانبوبه دي بتبقى زي ما بيقولوا لا منها ولا كفايه شرها، هي كده كده انبوبه مش شغاله ومش هيحصل منها حمل، وبالعكس ده بتضر الانبوبه السليمه اللي فيها مشكله اللي هي مصدر اضطراب، مصدر اضطراب، فبتبقى بتخلي الوسط بتاع الرحم ده غير صالح لحدوث الحمل. احنا كده اتكلمنا على الانابيب. لو اتكلمنا ونزلنا تحت شويه واتكلمنا على الرحم، الرحم ده بيتكون من جزئين، الجزء اللي هو التشريحي بتاعه اللي هو الرحم ده رحم طبيعي ولا رحم ذو قرن واحد ولا رحم ذو قرنين ولا الرحم فيه حاجز رحم،
ده الجزء التشريحي. الجزء الثاني بطانة الرحم. بطانة الرحم ده عالم تاني اللي هو الجزء الخافي لحدوث الحمل. احنا لو عرفنا الحمل هنعرف هنقول ايه الحمل ده عبارة عن اخصاب fertilization and implantation، التصاق الجنين ببطانة الرحم. يبقى بطانة الرحم دي هي التربة اللي بيتم فيها عملية الحمل. طب لو بطانة الرحم دي فيها خلل مناعي، طب لو بطانة الرحم دي هرمونية مش كويسة، طب لو بطانة الرحم ده وظيفيا مش كويسة، طب لو بطانة الرحم دي فيها التهابات، الحاجات دي كلها أسباب تؤدي إلى تأخر الحمل وتؤدي إلى الإجهاض لو حصل إيه حمل. فلازم ندور عليها عشان نشوف اللي فيها مشاكل ولا وتتعالج، وكل مشكلة ولها إيه علاج. طب لو اتكلمنا نرجع ورا شوية الجزء التشريحي، هل كل واحدة عندها رحم ذو قرن واحد أو ذو قرنين أو حاجز رحمي عرضة اللي هي جيلها إجهاض متكرر؟ لا، مش كل الحالات، مش كل الحالات على فكرة. الحالات اللي بتبقى جيالي وعندها رحم ذو قرنين أو رحم ذو قرن واحد أو حاجز رحمي ده ولسه متجوزة جديد، أنا ما بقولهاش تعمل حاجة. لكن لو حصل منه حمل وحصل منه إجهاض يبقى لازم في تدخل. طيب هتقول لي أنا هتدخل هعمل إيه في رحم ذو قرن واحد أو رحم ذو قرنين؟ مشكلة الرحم ذو قرن واحد اللي هو بيبقى رحم صغير شوية، وإحنا اتكلمنا في الأول وقلنا اللي ممكن يحصل إجهاض في الثلاث شهور اللي في النص. فالرحم كمساحة بيبقى صغير شوية، ما بيبقاش عنده قدرة اللي هو يخلي يكبر ويستحمل الطفل، فبتبقى عرضة للطلق والعيل ينزل. بخش أنا بالمنظار الرحمي ووسع الجدار من ناحية دي ووسع الجدار من ناحية دي، ونستنى فترة لمدة 3 شهور فالرحم بيبقى المكان أوسع شوية. نفس الكلام بينطبق على الرحم ذو قرنين. طب الحاجز الرحمي، الحاجز الرحمي فيه مشكلة تانية، الجزء اللي في النص ده اللي قاسم الرحم نصين ده فايبر ماسكولر، بتبقى الأنسجة بتاعته مش الأنسجة بتاعت حدوث الحمل. فلو الجنين التصق في الجانب بتاع الحاجز مش هيكمل، هو في مكان مش كويس أساسا. فأنا مش عارف الجنين لما يجي ينزل هينزرع فين، هو بينزل زي بالظبط حباية الفول وبنرماها في الأرض، الله أعلم بيها هتيجي فين في الأرض، هتيجي في الأول في النص في الجنب، ده زي الرزق بالظبط. فإحنا في الحاجز الرحمي بنخش بالمنظار الرحمي ونصلح الحاجز ونستنى لمدة 3 شهور، لأن المشكلة في الحاجز الرحمي اللي أنا لما بشيله بتبقى الجزء اللي أنا شيلته ده مفيش فيه بطانة رحم تماما، بيبقى مجرف. مجرف زي الحاجز الرحمي تحتيه بيبقى فيه تليف. تليف بالظبط، خصوصا اللي احنا لو اشتغلنا بيه بالدايثيرمي اللي هو جهاز الكي. طيب احنا لما بنيجي نشيل الحاجز الرحمي بنشيله بطريقتين، يا اما بالمقص اللي هو ما فيش فيه كهرباء خلاص اللي هو مقص عادي، او بنشيله بالدايثيرمي اللي هو الكي. مشكله الكي اللي هو بيموت الانسجه اللي موجوده في المكان ده، فبيقعد فتره لحد ما بيحصل ريجينريشن للاندوميتريوم اللي بطانه الرحم اللي موجوده تبدا تتكون، وعلى ما بيدي فرصه لبطانه الرحم اللي موجوده في الاجزاء السليمه من الرحم اللي هي تبدا تسحب وتغطي على المنطقه دي. المقص الافضليه بتاعته اللي هو ما فيش فيه كي، هو مقصه بيقطع الانسجه، فالانسجه بتبقى لسه بخيرها لسه فيها نشاط، فاللي هو يلم بتبقى افضل. طب احنا بنستخدم المقص ولا الدايسيرمي اللي هو جهاز اللي هو الكي؟ حسب الحالة، لأن المقص بيبقى محتاج مهارة بزيادة، محتاج أجهزة بزيادة. أنا من الناس اللي معظم شغلي بنسبة 90% بشتغل بمقص، لأن في دراسة اتعملت لقوا إن معدل حدوث الحملة أعلى مع استخدام المقص، معدل إن الرحم يرجع لطبيعته بتبقى في وقت أسرع لو استخدمنا المقص، الإحساس بالألم بعد العملية بيبقى أقل، فقدان الدم بيبقى أكتر شوية، بس ده مش زي طبعا من الحاجة اللي بتبقى فيها قلق. فأنا دايما بستخدم المقص أفضل من جهاز الكي، بس في حالات ما ينفعش معاه إلا جهاز الإيه؟ جهاز الكي. فده بالنسبة للحاجز الرحمي، والحاجز الرحمي سواء حاجز رحمي مكتمل أو حاجز رحمي غير مكتمل أو تقوس في الرحم من فوق. إحنا كده اتكلمنا على الأنابيب واتكلمنا كده على الرحم، ونرجع ننزل تحت شوية بقى، ننزل عند عنق الرحم. طب هل عنق الرحم؟ عنق الرحم من اشهر الاشكال المرضيه، يعني دايما يقول لك ايه مشكله في عنق الرحم. مشكله في عنق الرحم هو المشكله بتاعته في الاجهاض اللي هو بيحصل في الثلاث شهور اللي في النص اكتر. بيبقى العنق الرحم بيبقى
الطول بتاعه اقل من 2.5 او طوله اكتر من 2.5 بس وظيفيا مش شغال فانكشنال مش شغال، مثلا تلاقي السيده عندها عنق الرحم مثلا 3.5 سم وتلاقيها جالها طلق مثلا وولاده في الشهر السادس، ده عنق رحم وظيفيا مش كويس، فده بيبقى علاجه اللي احنا بنربط عنق الرحم. طيب هل في اسباب في المهبل؟ لا مفيش اسباب في المهبل ممكن تؤدي الى الاجهاض او تكرار الاجهاض. احنا كده اتكلمنا على الرحم والانابيب نتكلم بقى على المبيض. المبيض ده اللي هو البويضه اللي بيطلع منه البويضه، جوده البويضه من الحاجات المهمه جدا في استمرار عمليه الحمل، زي ما قلنا على الحيوان المنوي، زي ما قلنا الحمل بالظبط، ما هو الحمل بيحصل من حيوان منوي بويضه. فلو البويضه فيها خلل جيني او جوده البويضه فيها مشكله او في حاجات موجوده في الحوض بتؤثر على جوده البويضه زي تكيس المبايض، زي بطانه الرحم، زي التصاقات الحوض، الحاجات دي بتؤدي الى ضعف جوده البويضه فيؤدي ان الحمل ما يكملش. هتقولي العلاج ايه؟ العلاج حسب الايه؟ حسب السبب. واحده عندها تكيس، نخش ونعمل تثقيب للمبايض بصوره لا تتعارض مع مخزون المبيض. في بطانه رحم مهاجره، نخش ونشيل بطانة الرحم المهاجرة بصورة لا تتعارض مع اللي أنا أعمل مشاكل أكتر. في التصاقات في الحوض، لازم نخش ونفك التصاقات عشان الدورة الدموية بتاعت المبيض تمشي بالكفاءة بتاعتها. كده أنا اتكلمت على الزوج، كده اتكلمت على الزوجة. نرجع بقى نتكلم على النقطة الخفية في الموضوع اللي احنا ما بنعرفش عنها حاجة، اللي هو الجنين. الجنين اللي بيتكون من الحيوان المنوي وبيتكون من البويضة، بيحصل فيهم ما بتطلعش الصورة الطبيعية للجنين اللي يكون جنين كويس ويستمر في عملية حدوث الحمل. عيوب وراثية. عيوب وراثية. العلاج ايه؟ علاج حاجة واحدة بس، اللي احنا نعمل حقن مجاري ونعمل تحليل بي جي اس اللي هو سكرين لجميع الجينات اللي ممكن تؤدي لفشل الجنين. احنا نتوقع العيوب الوراثيه او بمعنى صح نستبعد البويضات والحيوانات المنويه التي قد تحدث عيوب وراثيه، وبالتالي نفحص الجنين بعد ما يتكون ببرضه فحص دقيق عشان نعرف نتوقع اذا كان في عيوب وراثيه. تمام. اسمعك واحده من اكثر الفتي سخافه من ابو العريف، سخافه وفتيه سخيفه لانها شديده الانتشار. دايما الفت لما يكون شديد الانتشار بس سخيف قوي بقى خلاص دمه تقيل، الجهل المركب، الجهل المركب المزمن. يبقى مثلا اعتقاد اللي هو فاكر اللي هو صح وهو غلط ومقتنع اللي هو صح وما يقبلش النقاش في الموضوع، وتمنه بيكون رخم. اقول لكم ليه رخم؟ لان انا بس ما سمعكم واقول لكم ليه انا بكره هذه الفتيه. تعالوا نسمع ابو العريس. يا باشا الإجهاض المتكرر له سببين، الأول ده القطط اللي اسمه العلمي عدوى التكسوبلازما، وده حله يا باشا نمنع بناتنا وستاتنا من تربية القطط أو الاختلاط بيها. السبب التاني هو ضعف بطانة الرحم اللي بيخليها مش قادرة تشيل الجنين، وده يا باشا يتعمل له عملية زي عمليات التجميل. مش في التجميل بياخدوا جلد من حتة سليمة ويحطوه بدل المكان المصاب، أهو هنا يا باشا ياخدوا من الأكياس بتاعة تكيس المبايض ويعملوا زي بطانة أو تخشينة للرحم عشان يبقى سميك ويقدر يشيل الجنين، وده الحل المثالي للإجهاض المتكرر. بعد كلمة تخشينة دي خلاص لا بقى. الله يخرب بيته. لا كلمة تخشينة دي قفلت الموضوع خلاص بقى. الله يخرب بيته. بص تخشينة؟ التخريف كامل طبعا، بس تخريف الجزء الأول. يعني الجزء الثاني ده مش تخريفة، دي بقى بتاع دي ده شارب حاجة وبيتكلم. الجزء الأولاني هي مشهورة التخريفة بتاعت القطط. القطط. ودي دي لا تمت للحقيقة بسرعة. انتهت. تماما. انتهت والغريب اسمها توكسوبلازما مش توكسوبلازما. توكسوبلازما. الغريب اللي فيه بعض الزملاء لحد دلوقتي بيعملوا تحاليل التوكسوبلازما ويدي علاج للتوكسوبلازما. ده اللي لو يعني لو في خلاف مثلا، طبعا هو في اي جي جي وفي اي جي ام. اي جي ام دي عدوى حديثه ودي فعلا ممكن تؤدي لاجهاض، بس ده مره واحده بس ما تتكررش تاني. لو هي تعرضت لعدوى اثناء الحمل.
او في خلال الاسبوعين اللي قبل حدوث الحمل، وطبعا دي نادره يعني. الاي جي جي بقى ده اللي هو اتعرض للعدوى في خلال الست اسابيع اللي فاتوا وخلاص كون مناعه مستمرت وهتحارب اي ميكروب يتعرض له تاني. فده ملوش علاج، هو اصلا هو ده اميونايزد، هو ده شخص ممنع. ممنع. الاقي العينه جايبه الاي جي جي وفلان كاتب لها علاج لمده 15 يوم. علاج ليه؟ ما هو ده انت عندك مناعه. معرفش. هو مش فاهم. ما مش عارف. فده طبعا ده موضه وانتهت ومفيش حاجه اسمها لا قطط ولا فراخ، خلاص الموضوع ده اتلغى من سنين. من سنين فعلا يعني. يعني ايه لو عندك قطه في البيت وحامل ما فيش اي مشكله خالص. مشكله خالص. ليه انا بحبش الفاتيه ديت؟ لان انا بحب القطط جدا. انا عاشق، اول حاجه اول حيوان اعشقه في حياتي هو الخيل بحكم ناشر قوي. انا بعشق الخيول جدا. تاني حيوان شوف من الخيل للقطة. التالت الكلاب، بس هم بالترتيب ده كده. بس القطط لا، القطط دي يعني جميلة في البيت. لا جميلة جدا، بس الخيل أجمل. نورتنا وأسعدتنا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد حسني كالعادة، أبدع في واحدة من سلسلة حلقات مهمة جدا. الإجهاد المتكرر، يبقى هذا الإجهاد المتكرر مرض أو حالة مرضية مخيفة على المستوى الإنساني وعلى المستوى النفسي. الله يكون في عون الست اللي بتتعرض لهذا الامر، لانها بتبقى في ظروف نفسيه في منتهى القسوه. وخليني اقول لكم انه في رابط بين الاجهاض المتكرر ريبيت ابورشن والحاله النفسيه. لغايه دلوقتي العلم مش عارف يربطها، مش نسى الكلام ده، مش نسى الكلام ده، بطن اكتر منه وسيكولوجي سايكاتري. سايكاتري. ايه اللي بيحصل في عقل المراه بعد الاجهاض المتكرر؟ ده شيء محتاجين ان احنا نرجع للخلل في السيروتونين والدوبامين اللي اكيد بيبقى مصاحب لهذا الامر، والموضوع ده محتاج كونسلتو ان شاء الله هنعمله. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الاسنان شيء مهم جدا، وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا، انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة اسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بالسعاده ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الابتسامة بتاعت النجوم دلوقتي بقت لاند مارك، بقت لاند مارك لأي حاجة، لاند مارك للمنتج لو بيعملوا إعلانات، لفيلم، لأغنية، كل الأغاني اللي بتعمل أو 90-80% من الأغاني اللي بتعمل في أمريكا الابتسامة ده جزء مهم جدا فيها جدا. أفلام الابتسامة بالنسبة لهم يعني طبعا هوليود، هم نفسهم لما حتى التجميل بتاع الأسنان طلع كلمة هوليود وسمايل بقت الكلمة التي تعبر عن إنه الناس كلها عايز تعمل سنانها حلو نسبة إلى هوليود، لأن نجوم هوليود هم أول ناس. على فكرة الأمريكان من الناس اللي شبهنا في تصرفاتهم، يعني هتلاقي فاريابيليتي كتيرة قوي، فهتلاقي عدم الرعاية، هتلاقي سكر مهمل، هتلاقي سمنة كتير، هتلاقي مشاكل صحية كتير قوي في المجتمع. في طبعا ناس
بتهتم قوي وعندها فلوس ومستوى اجتماعي كبير دول موجودين، وناس طيبة على قدهم ومش معهم فلوس ومستواهم الاقتصادي صعب خصوصا في الفترة الحالية هيزيد كمان المشاكل ودول موجودين. فخلي بالكو انه السنان او العالم الاسنان اصبح لاند مارك مهم قوي. ارجع بقول مصر بقى، انا ما بتفرجش على الدراما المصرية، معلش اعذروني يعني، انا بتفرج على الحاجات الاجنبية اكتر، بس بقرا الكومنتات بيلفت نظري حاجات مهمة قوي في اصحابي بقى اصدقائي على السوشيال ميديا اللي بيكتبوا، في ناس اصدقائي يعني قوي بحب دول بنبقى عاملين جروب كده على السوشيال ميديا، وبعض اتفرج على كتاباتهم اشوف الكومنتات بتاعتهم على الدراما، بشوف ناس منهم بتعلق على سنان الممثلات، واضح ان في ممثلات اخطأنا في مصر في صناعة اسنان، ده واضح جدا في الكومنتات اللي انا بشوفها، هتابع عشان اشوف السنان عاملة ازاي، بس انا خايف يكون السنان في مصر بالنسبة للنجمات ونجوم مصر مش حلوة، وخايف اكتر ساعات بشوف لقطات كده بشوف بياض جامد قوي، لا الحكاية دي محتاجة نقف قدامها شوية. نسأل ضيفتي العزيزة طبعا دكتورة إسراء السعيد المبدعة دايما، اهلا بيك يا دكتورة إسراء. اهلا بيك يا دكتور ايمن. بتتابعي الدراما والحاجات دي؟ لا اصل انا بس انا بتفرج على السينما، يعني ما بقعدش قدام التلفزيون، بس انا بشوفها بعد كده بقى على الموبايل، على الحاجات اللي هي اللطيفه كذا حاجه يعني. ايه رايك في اسنان؟ هو فعلا في بعض النجمات وبعض النجوم واسماء كبيره قوي فعلا يعني شدني قوي، بس مش عارفه يعني مش عارفه اقول الاسماء، بس ملفته جدا، فيها فعلا اخطاء جامده. ف البياض يعني قوي دكتور محظوظ ان هو يعمل كده والمريض ما يشتكيش، دكتور محظوظ. ولا يمكن هي طلبت كده؟ هو عادة الدكتور بيرفض الحاجات دي لانها يعني حتى لو هو وافق يعملها بيوافق عليها بصعوبة يعني بصعوبة كتير. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر هي بترجع زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنقول الدكتور ازاي وافق يعملها. لا هو لازم الدكتور بيعترض كتير عليها، الا بقى لو المريض اصر اصرار جامد خلاص ما بتقدرش تقول له حاجه. بس حقيقي بوضح ان دوت انت عارف النجوم بيبقى لهم ممثلات بيبقى لهم طبيعه كده بيصروا على الحاجه، تحس ان هم هو ده انا في دماغي هو فيه. يعني انا بتعامل مع فنانين كتير بيبقى عندهم مشكله ان هم عايزين يقلدوا بعض، يعني عايزه لون فلانه عايزه شكل فلانه، ببقى حاسه ان هو القصه نفسيه اكتر من علميه، يعني انا مش عايزه فلانه تبقى اسنانها ابيض من سنانه، انا عايزه يبقى زيها واحسن. وبعدين برضو بيبقوا شايلين هم السموكينج والحاجات دي انها بتاثر على الاسنان، فعايزين يفتحوا قوي عشان يضمنوا ان بعد 10 سنين ما السموكينج ما ياثرش على الاسنان. لا هي ما بتتحسبش كده خالص. انا بتعرف اتعاملت مع كتير من اللي بيشتغلوا في المجال الميديا هم او في الفني بينقسموا الى قسمين، قسم كبير قوي ما بيسمعش الكلام، قسم صغير مطيع وبيسمع الكلام. أيوة. بياخد دواء في مواعيده، بيعمل الانفستيجيشن بتاعته مظبوط، وغير كده وقتهم بيبقى ما بيفتيش. ايوه غير كده لا، والقسم اللي بحكي لك عليه عنده صبر وهدوء، ودول بيبقوا اكبر نجوميه على فكره. يعني من القسم الكبير الاقل نجوميه هو اللي بيعمل كل حاجه غلط فعلا. النجوم قوي بجد لا تلاقيهم هادين وبيسمعوا الكلام ولطاف اكتر بكتير سبحان الله فعلا. عايز اروح بقى للتركيبات النهارده، حوار كتير عن التركيبات هياخد كتير من وقتنا. ايه التركيبات؟ يعني ايه تركيبات؟ التركيبات بتنقسم الى حاجتين، يا اما تركيبات ثابته يا اما تركيبات متحركه. ده طبعا التبسيط الجامد في الموضوع. التركيبات الثابته داخل فيها التركيب على الذراع والكراونز والفينيرز، دي كلها داخله تحت كلمه التركيبات الثابته. التركيبات المتحركه اللي داخل فيها اطقم الاسنان كلها اللي هي بتتشال وبتتحط، اي حاجه بنمسكها بايدينا ونشيلها ونحطها دي اسمها تركيبه متحركه. التركيبات نمسك كده موضوع موضوع. التركيبات الثابته علشان نعمل تركيبه ثابته لازم يكون عندنا اسنان عشان نركب عليها التركيبه الثابته. ليه الناس بتجي لي من غير عندهمش اسنان خالص بيقول لك ركبي لي تركيبه ثابته؟ لا، لازم الناس تبقى مستوعبه احنا بنشتغل ازاي او ايه الاسس العلميه. الاسس العلميه بتقول في دعامات نسند عليها يبقى هنركب ثابت. الدعامات ديت بقى طبيعية أو صناعية، يعني على زرعات أو على أسنان طبيعية خلاص هي دي ممكن نعمل عليها الثابت. ما فيش حاجة خالص يبقى احنا بنتكلم في المتحرك.
دي اساسيات لازم الناس تبقى مستوعباها. دي موضوع ما ينفعش ان احنا نقول عليه ان هو مش واضح او ان احنا يختلط علينا الامر فيه. التركيبات الثابته ممكن يكون عندنا سنه مخلوعه ونعمل بريدج من قبل التركيبه، نبرد اللي قبله واللي بعده ونعمل تركيبه ثابته او بريدج. بريدج يعني كوبري. انا ضد فكره البريدجات. ليه؟ علشان البريدجات اولا بنبرد اسنان ملهاش علاقه بالموضوع خالص. يعني هو الضرس دوت ذنبه ايه ان هو جنبه ضرس اتخلع؟ ليه نبرده؟ ليه احنا نعمل فيه كده؟ ليه احنا ناثر على اللثه؟ بعد فتره لازم الاكل هيعدي من تحت البريدج، ولازم هنضطر نغير البريدج، ولازم هنضطر ان احنا نعدل في الوضع القائم. ده كلام انا مش بحبه. ده عكس تماما لما يكون عندنا زراعه فك كامل ونعمل مثلا 6 زرعات. المفروض ان عندك 18 ضرس، هتحط 18 زرعه؟ غير اقتصادي. والله عايز تعمل كده براحتك، بس غير اقتصادي، مش منطقي ان انت تتكلف كل هذه التكلفه. فاحنا هنحط 6 زرعات ونحط عليهم 14 ضرس مثلا. ال 14 ضرس دولت هيبقوا متصلين، يبقى احنا عملنا فكره البريدج بس عملناه على الزرعات. ده بيكون اثره اقل بكتير من البريدجات اللي على السنان الطبيعيه. ليه؟ ده ليه تكنيك في الشغل وفي الحط، وده ليه تكنيك تاني خالص. فكره التركيب على الزرعات او التركيبات المتصله على الزرعات ما بتعملش مشاكل زي ما بتركب على اسنان، مختلفه خالص. حد عايز يبعد عن فكره البريدجات تماما حتى فوق الزراعه، يبقى احنا عندنا هنزرع 18 زرعه في الفك، وده غير معقول، تكاليف عاليه جدا. كل زرعه والتانيه لازم في ما بينها مساحه قانونيه، يعني لازم يكون في عندي 2 مللي يمين و2 مللي شمال، وعندي كذا، وعندي ارتفاع، وعندي عشان انا اجيب هذا العدد من الديستنسز القانونيه دي علشان احط لك اكبر عدد من الزرعات، مش هتحصل، صعبه جدا. يبقى فكره ان انا احط كل ضرس مفقود احط له زرعه غير معقوله. ففكره الكباري في التركيب على الزراعه فكره مقبوله ومشروعه وما لهاش مشاكل تقريبا. فكره التركيبات المتصله والبريدجات على الاسنان الطبيعيه فكره ليها مشاكل عده. علشان كده لازم نفرق بين التركيبه الثابته دي والتركيبه الثابته دي. تمام؟ مفهوم. التركيبات المتحركه هي اللي بتركب بدون دعامات في الفك، يعني الفك فاضي ما فيهوش ولا سنه. يبقى المنطقي ان احنا يا اما هنركب متحرك، يا اما هنركب المتحرك برضو ونحط زرعات. الزرعات دي على ما تلتئم في العظم كويس نكون اتنقلنا من مرحلة المتحرك للثابت. طب ليه احنا ما نعملش الثابت على طول؟ بالمنطق، واحد جالك لحد ما بقاش في بقه ولا سنة، هل تتوقع ان هو خلعهم كلهم في قاعدة واحدة؟ اكيد لا، ده خلع على 10 سنين او اكتر. يبقى المنطق بيقول ان سنه كبير، عنده مشاكل صحية، عنده الجيب الأنفي لازم هيكون ريح أو نزل من مكانه. يعني أنت هتحتاج إضافة عظم وهتحتاج تشتغل شغل كتير علشان أنت تعمل ده كله. هل تتوقع أن الحالة دي هتحط عليها تركيبة على الزراعة في نفس القعدة؟ مش منطقي. أنا مش بحب الخيال، لكن أنا بحب أعلى نتيجة، أحب أفيد المريض أقصى استفادة، بس ما أثرش عليه ولا عليا. عشان كده أنا لو الصح بتاعك أن أنا ما ركب لكش او ما حطش لودينج على الزرعات في نفس اليوم، هقول لك ده مش من مصلحتك. لكن دايما المريض بيفكر في نقطه واحده، هو مش بيفكر اللودينج هيكون امتى، او انا هحط الطرابيش او الكراونز على الزرعه امتى، وهمه حاجه واحده بس، همشي قد ايه من غير اسنان بس، هي دي اللي هو بيفكر فيها. اي كلام انت هتقوله غير كده هو مش هيسمعه اصلا. فانا بطمن اي مريض ان انت هتطلع باسنان في أسرع وقت ممكن، مش هتقعد بالشهور. ولكن لازم أحافظ على الزرعات اللي متكلفة كتير دي إنها تقعد في العظم فترة سيفتي، ما حطش عليها أوزان علشان خاطر مصلحتك أنت. مفهومة دي. هروح بقى للفينير. برضو ناس بتسأل كتير على الفينير قوي. الفينير هي أكتر حاجة كانت مقربة لعقول الناس اللي عايزه تعمل تجميل في الفترات اللي فاتت، معرفش يتغير الكلام ولا لا. لا ما اتغيرش. انواع الفينير ايه؟
الفينيرز انواع كتيره جدا. انا مش حابه اقعد اقول لك ان في عندنا نوع اسمه كذا ونوع اسمه كذا ونوع اسمه كذا. ليه بتعمل مشكله؟ بيجي المريض يقول لي ركبي لي ايماكس، انا سمعت انه احسن حاجه، ركبي لي ما فيش حاجه اسمها كده. انا في مريض والله كان مصر على الايماكس، واحلى نتيجه ليها تيجي بالزيركون، علشان هو بيتكلم في اسنان خلفيه، الزيركون متين جدا جدا. يعني انا في مره بريدج كنت عايزه اكسره، علشان يعني كنت عايزه اوصل لحاجه، كنت بعمل زي اكسبيرمنت كده انا بطبقها بشوف الخامه دي قويه قد ايه. تخيل ان انا عشان اكسر الكراون دوت انا جبت هامر زي حاجه زي شاكوش، وقعدت اكسر فيه عشان اكسره. تخيل القوه بتاعته قد ايه. ليه؟ لان انا بستورد ديسكات، فببقى عايز اعرف الديسك ده بعد ما يتحرق دي مرحله من تشغيله، يعني هيديني سترينث قد ايه، والكلام اللي مكتوب على الديسك ده واقعي ولا لا، والشركه اللي بشتري منها واقعيه ولا لا. فممكن كده اجرب الديسك اخسر عليه طربوش مش مهم، بس انا اعرف قوته. فعلا المريض دوت سمع حد بيقوله الاي ماكس احلى حاجه، وهو جاي متارجت الاي ماكس، انا مش فقير اعملي لي اعلى حاجه، في حين ان الاحسن حاجه ليه هي الزيركون مش الاي ماكس. فانا مش حابه ان انا اعرض لك، انا عندي مثلا 15 نوع كراونز، 15 نوع، مش رقم صغير. ما اقدرش اقول لك اسماء شركات وانواع، علشان دي بتربط في دماغ المريض قوي، لكن اقدر اقول لك ان انا هعمل لك اكتر حاجه مناسبه ليك تعيش معاك اكتر. لما نيجي نشوف نقرب اكتر برضو الفينير، القواعد الاساسيه في اختيار حسب النوع بتبقى ماشيه ازاي؟ الفينير على حسب انا هستخدمه في ايه. يعني مثلا حاله زي دي انا بقفل بيها فراغات، يعني انا محتاجه اسنان اماميه، يعني انا محتاجه ترانسليوسنسي ونقاء لون هايل، دي ممكن اعملها بتكنيك اسمه لايرنج. لايرنج يعني ايه؟ يعني انا بحط ماده البورسلين فوق البطانه بتاعتي، بحيث ان انا اعرف ادي اللمعه اللي انت شايفها دي، واعرف ادي فستونات، يعني اعمل زي شرشره كده في الاسنان، اقدر ارسم بيها واعمل اناتومي وكونتورينج وشغل حلو قوي باللايرنج. اللايرنج دي زي بالظبط ما احنا بنجيب الماده بتاعه البورسلين، بنعجنها زي الفرشه كده بتاعه الفنانين، بنحطها على خلفيه ونقعد نرسمها. انا اقول لك اجمل واحد، اجمل وضع ايه مثلا للفراغات، اقول لك انا بحب اعملها باللايرنج. اجمل وضع للبريدجات المتصله اقول لك لا انا بعملها بتكنيك تاني على الزيركون على الام سي اكس 5. كل حاله انا اقول لك انا هعملها احلى حاجه ايه، لكن مش بحب يجي المريض يقول لي حطي لي كذا، لا سيبني انا هختار لك الافضل. دي زراعات لا، الحاله دي معموله اي ماكس وكراونز. دي معموله اي ماكس. الحاله دي فعلا فعلا جميله جدا. هي جت قالت لي اعملي لي اللي انت عايزاه، المهم ان انا اطلع من عندك نيو لوك زي ما بيقولوا، مش عايزه اشوف الشكل دوت تاني. لو تاخد بالك فوق شمال المريض في طرابيش معدن، وفي لمعه كده غريبه جايه من جوه. السنان الاماميه اللي لونها اسود وبني وجراي، وفي درجات كده من الالوان دي، بتاخد بطانه من جوه، لان انا لو حطيت لها اي ماكس بيور كده هتشف اللون الاسود، هتلاقي ان كل طربوش مدي لون. ليه؟ لان في بعض انواع الكراونز بتشف اللون اللي وراها، دي لازم تاخد بطانه من جوه، ولازم السنه نفسها بيتعمل لها نوع من انواع الاتشنج. الاتشنج يعني ايه؟ بنخربشها بنفتحها. يعني السنان نفسها قبل ما يركب عليها الكراون ما تبقاش سودا وبني بالشكل ده، هي نفسها بديها لون داخلي، بدخل جواها لون، علشان بعد كده لما احط الكراون ما يشفش اللون ده. ولازم الكراون يبقى تخين من بره وواخد بطانه عشان ما ياخدش اللون الجراي والبني. فدي فيها فكره. فيجي المريض يقول لي اعملي لي النوع الفلاني اللي هو مثلا لا يقبل بطانه، ما ينفعش، سيبني انا اختار لك. العيان لازم يكون واثق جدا ان الدكتور عايز احسن نتيجه. لما هو بيصر على حاجات معينه ممكن النتيجه ما تطلعش حلو. هروح لسؤال مهم، هل فينير عمرها الافتراضي في افضل الظروف وفي افضل التعاملات مقبول؟
ولا جدا، لانه في ناس برضو بتعتقد ان الفينير هتتكسر بسهوله. الفينير ما بيتكسرش بسهوله، ما بيتفكش بسهوله. يعني انا يعني بتعامل مع مئات ما كانش الاف المرضى اللي عاملين فينيرز. هتلاقي المريض اللي كل شويه يوقع فينير هو نفس المريض. ليه؟ اي حاجه صناعي مش زي اي حاجه طبيعي. الفينير في منتهى الصعوبه ان هو يقع، بس حضرتك لو جبت زي حلويات مولد النبي او زي الدوم او زي العسليه او كسرت مكسرات على اسنانك وعايز تقول لي ان اسنان الطبيعيه هتقاوم، لا لا طبيعي ولا صناعي. يعني مثلا حاله زي كده، الحاله دي جايه تعمل فينيرز، عندنا سنه فراغات كبيره وغير متناسقه ما بين اليمين وما بين الشمال. لازم نعرف ان الفينير هو فكره، لكن المبدا ان هو هيتنفس فينير ولا هيتنفس كراون دي بتاعه الدكتور. ليه؟ ما ينفعش فينير يقفل الفراغات الان ايكوال يعني الغير متناسقه دي وتقول لي دي حاله فينير. ما ينفعش يا فندم، دي حاله كراونز. الاثنين نفس الفكره، الاثنين نفس التكلفه، بس العيان بيبقى فاهم انا عملت فينير ولا كراون، مجرد العلم. في حاجة، ايه الفرق ما بين الفينير والكراون؟ واحد تغطية كاملة وواحد تغطية جزئية. تغطية جزئية يعني انت بتغطي السطح الخارجي فقط، الكراون السطح الظاهر. الكراون انت بتغطي كل اسطح السنة، يعني اسمها تغطية كاملة. ليه؟ لان فراغات بالشكل ده غير منطقي ان انا ابقى عاملة نص الفينير في الهواء واقول ان هو هيمسك مش هيقع. يبقى ده سبب من اسباب وقوع الفينير، ان هو محطوط في مكان مش بتاعه، مقفول بمسافه اكبر من نص مسافته، زي فكره البلكونه. ما ينفعش البلكونه يبقى طولها اكتر من طول الشقه، ما ينفعش فينير يبقى هو اكتر من عرض السنه مرتين، ما ينفعش غير منطقي شكلا ولا مضمونا. يبقى اذا المريض اللي يقول الفينيرز ما بتعيش، حاجه من الاثنين، يا اما بيتعامل معاها معامله غير عادية، يا إما الفينير ده محطوط مش في مكانه الصح، يا إما بقى غلط الدكتور إن هو برد أكتر من اللازم، لأن الفينير لازم يلزق على الإنامل، لازم يلزق على طبقة من الأسطح من تكوين السنة اسمها إنامل أو اسمها طبقة المينا. لو إحنا لزقناه على طبقة العاج اللي هي الطبقة التانية الداخلية، هو مش هيمسك أكيد. أكيد مش هيمسك. ليه؟ لأن مش دي الطبقة اللي المفروض نشتغل عليها، فمش هيمسك فيها. الصح بقى لو انا جالي عيان عامل طربوش او فينير، سوري عامل فينير على طبقه العاج، انه يتحول لطربوش. ليه؟ لان لما بتحوله لطربوش بتغطيه كامله يبقى ثباته اكتر. ليه؟ هو مش تغطيه جزئيه، تغطيه كامله، فثباته اكتر، فمش هيحصل مشكله ان هو يقع. يبقى دي كانت غلطه تشخيصيه من البدايه، ان دي حاله ما فيهاش انامل او ما فيهاش طبقه مينا، انت ترجمتها ان هي عندها طبقه مينا واشتغلتها فينير. ده بيبقى ناتج عن يا المريض بيضغط على الدكتور يقول له اعمل لي فينير، انا مش عايز تغطيه كامله، او انا مش عايز كراون، مش عايز احس اني كبرت في السن، فيضغط عليه يعمل حاجه. في الاخر بنوصل لنتيجه مش مرضيه بتسيء لسمعه الفينيرز. السيراميك جهاز اتطور، عمل الصناعه الخاصه بالتركيبات، صح كده؟ طبعا. بس في ناس كتير بتعتقد ان السيراميك يغني عن مهاره الدكتور، ده سؤال. في ناس كتيرة برضو بتعتقد لا، انه السيراميك ما بيديش الشكل الجمالي قوي اللي انا عايزه بالتفاصيل الناتشرال قوي. احنا فين في الواقعية من كل الافكار دي؟ اول حاجة، هو ما فيش حاجة اسمها السيراميكس تغني عن مهارة الدكتور، ما فيش حاجة اسمها كده. الدكتور هو الليدر، زي بالضبط انت لو جبت احدث عربية في الكون كله ما بتعرفش تسوق، هتعمل حادثة ولا مش هتعمل حادثة؟ هتلبس في اول في باب الاجنس وانت خارج. مفيش حاجه اسمها انا جبت احدث جهاز في العالم بس انا مش بروفيشنال، مش هعرف اسوق التجربه. التكنولوجي عامل زي الحصان بيجري بيك جدا، لازم انت تشد الجامه والا مش هتعرف تسيطر. التكنولوجي كده بيجري جدا، يعني انا مثلا في 5 سنين غيرت الاجهزه اللي عندي كلها، جبت الاحدث منها بارقام قدها 3-4 مرات. ليه؟ لان انا لو ما واكبتش التطور مش هعرف اوصل للنتائج اللي انا بوصل لها، اللي هي ايه؟ الاكيوريسي، الدقه، والوقت. الحاجه الثانيه،
ماركة السيراميك أو فكرة السيراميك برضو دي راجعة لخبرة الدكتور. ليه؟ لأن أنا ممكن أستخدم أكتر من نوع مع نفس المريض بناء على السنان الأمامية ولا خلفية، في ورايا أو في سنة ناقصة أنا بعمل لها بريدج ولا كل الأسنان موجودة مترصة جنب بعضها، في عندي فراغات أو عضة يمين مش زي شمال ولا ما فيش الكلام ده، ده بيأثر معايا جدا في اختيار النوع واختيار الماركة بتاعة السيراميك نفسها. ففكرة السيراميك هي فكرة حلوة بتنفي فكرة الترابيش اللي فيها معدن، لكن مش معناها ان هي كلمة بتطبق على كل الناس. ولكن اللي الناس لازم تعرفه ان الترابيش اللي فيها معدن هي حاجة مش كويسة على اللونج ران، مش لطيفة، انا بشتغلهاش خالص بقالي زمن، مضرها اكتر من مزاياها. السيراميكس هي الافضل على الاطلاق. السؤال برضو يعني الكلاسيكي قوي عن التبييض، ناس كتير قوي بتيجي تقول لك انا عايز اعمل تبييض، التبييض حقيقته ايه؟ يعني القول الفصل في رايك، هل التبييض جيد ام بدا يندثر؟ لا هو ما بداش يندثر، هو اندثر فعليا. لا هو اندثر، انا ما شغلتش جهاز التبييض بقالي مثلا 3 4 سنين، ما شغلتوش خالص اصلا. فلا خالص هو اندثر، لان الناس ابتدت تسمع وتعرف التبييض اللي بيحصل في المولات وبيحصل، يعني دي ولسه لغايه دلوقتي دي كارثه. هو دلوقتي خلاص ما حدش فيش مولات اصلا، هو مفيش مولات. لا المولات هترجع او ونازل كمان حاجات جديده قوي انا حقيقي ما لحقتش اشوفها، بس سمعت عنها من علاقتي بالمرضى، ان في زي ستيكرز بتتلزق على الاسنان وتسيبها وبعدين تقوم شايلها كده. الله. بتدي بقى التهابات لسة يعني زي الفل. انا مبسوطه من الشركه قوي علشان كلهم بيجوا لي بعد كده. التبييض فكره هي خلاص انتهت. ليه؟ لاكتر من سبب. اول سبب انها بترجع تاني، وده سبب كبير مش سبب صغير، بتتاثر بالاكل الملون والتدخين، بتاثر على عصب الاسنان، وممكن تدخلنا في علاج جذور والتهابات. حتى ألف به التبييض ان انت بتدي مسكن للمريض قبل الشغل، ما بنعملهاش في الزراعه، ما بديش مسكن للمريض قبل الشغل في الزراعه. تخيل تكون عامل عمليه ما بتحتاجش ان انت تدي مسكن قبل الشغل. في التبييض ده في الكتاب ألف به لازم تدي حاجه مسكنه قبل ما المريض يبدا. ده معنى ايه؟ ان هو شيء مؤلم. انا من كتر ما تعاملت مع الاجهزه ومن كتر ما شفت مرضى انا وقفت قصه التبييض خالص. ليه؟ لان على حسب الكتاب ان اللون بيرجع، احنا مثلا بنزود 8 درجات، ده الرقم القانوني في التبييض. لما انا اجي بعد 6 شهور او 9 شهور اخسر من الثمان درجات دول درجتين، بقوا 6 درجات. نتيجه مقبوله لما تزيد في التبييض لست درجات، نتيجه مقبوله. طب استنى بقى 6 او 9 كمان، نزلنا 2 كمان، يجي المريض يقول طب انا عملت تبييض ومش حاسس بيه، ده في حد ذاته شيء مش جميل. انا ما احطش نفسي في موقف ان المريض يجي يقول لي انا قابلت مشكله من شغل عملته في مركز عندك، رغم ان كل اللي شغالين عندي بروفيشنالز في السبيشاليتي اللي هم داخلين عليها، ولكن انا بطلته علشان انا تاكدت ان نتائجه ريتاردد، بتنزل يعني كل مره اقل. واي فكره بتربطك بالدكتور بطريقه مبالغ فيها انا مش بحبها. يعني انا احب المريض يجي لي كل سنه عشان نعمل تشيك اب علشان نشوف هنعمل ايه، لكن تجي لي كل سنه عشان تعمل تبييض نفس البروسيس تاني، ده شيء مش جميل. اولا لا، دي بتعتبر ريميك او بتعتبر فيلير من وجهه نظري، ان انا اعيد نفس الشغل تاني كله، ده بيعتبر فيلير. تاني حاجه، الشركات بتاعه المواد المبيضه بتتغير. انت المره دي اتعاملت مع شركه اكس، ممكن تجي لي بعد سنه او اتنين الشركه دي خلاص ما بقتش موجوده، بقى في شركه واي. طيب هنعمل ايه حضرتك؟ انت الماتشنج دوت مش هيمشي مع ده، خلاص هات بقى التبييض من الاول علشان انت تبع دلوقتي شركه تانية الاولانيه ما بقتش موجوده في مصر. موضوعها مش حلو، يعني تحس كده ان هو مش ستريت فورورد. ده بلس ان مشاكله كتير وغير امنه. الافضل منها على الاطلاق هي اي حاجه الديورابيليتي بتاعتها اكبر او التايم انها بتعيش اكتر. ايه هي؟ الفينيرز. نفس الشغل بس بتعيش العمر كله، بس مش نفس التكلفه، الفينيرز اغلى اكيد. بس انت لازم تشوف الحاجه الادوم، يعني اللي تعيش معاك اكتر. يعني انت ما تفرحش ان انت مثلا
جبت عفش في البيت، العفش دوت ما يستحملش حد يقعد عليه، شهر في التاني العفش كله نزل على الارض، بس انت جايبه بربع ثمن العفش الغالي اللي ممكن يقعد معاك ويقعد 10 سنين والاولاد يرعدوا عليه ويلعبوا ويكسروا الدنيا وتلاقي العفش بيتورثوا الاجيال. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده انت وفرت بس خسرت كتير، انت بعد شهرين ثلاثه بتغيره. التاني الغالي انت كسبته العمر كله. كالعاده بتبدعي في حوارك الممتع، وبيبقى الاسنان فيها الكثير جدا من النقاط التي تحتاج الى فهم وتحتاج الى تغيير الثقافه في مجتمعنا العربي كله عشان نحصل جميعا على ابتسامه حلوه وصحيه. ضيفتي العزيزه دكتوره اسراء السعيد، نورتينا في الناس الحلوه. ربنا يخليك دكتوره وحضرتك بخير، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. قد ايه تفرق جراحه التجميل؟ تفرق مليمترات بتفرق. عمليه الانف از وان شوت، تجيبها من اول مره لا خلاص راحت. الشراهه انه واحد يكون عنده 100 كيلو ولا 120 كيلو وعايز يعمل تجميل ممنوع، يبقى انا كده مش فاهمه يعني ايه جراحه التجميل. في على فكره تسجيلات لناس كانت بتقول انا بشرط لغايه مش عارف كام، تفتخر تفتخر بده على فكره قانونا الناس يتحبس. هشفط لك دهون وهجمد لك الدهون واحطها لك في التلاجة، ولما نعوز نملة تاني لا حضرتك هي اتجمدت دي خلاص باظت، دي ماتت بقت زبده، لقد قتلتي الخليه الدهنيه. اللي مش متمكن هيفرض على نفسه مهمه مستحيله لما يدي وعود مستحيل. الدكتوره ناهد سمير بغدادي، استاذ مساعد جراحه التجميل بجامعه عين شمس، عضو مؤسس في مراكز كايرو كوزمو سنتر لجراحات التجميل والليزر، عضو مؤسس مراكز جمالي لجراحات التجميل والليزر، عضو مؤسس مراكز ليديز اونلي سنتر لجراحات التجميل والليزر. لأبحاث علمية والعدد من وسائل الصحافة والإعلام أجريت في السنوات الأخيرة عدد كبير من استطلاعات الرأي بين سيدات الوطن العربي، كشفت عن تضاعف غيرة السيدات على أزواجهم مع انتشار النت ووسائل التواصل الاجتماعي والعدد المهول من القنوات الفضائية، وعن السؤال عن موقف الزوج من خضوع الزوجة لعمليات تجميل تقربها من نماذج النجمات اللي بتجذب الزوج على الشاشات، تباينت الردود بين تناقض الزوج برفضه لإجراء الزوجة لعملية تجميل وبين طلب الزوج من زوجته وأحياناً إرغمها على عمليات تجميل. من ناحية تانية بتشير إحصائيات العام الماضي عن زيادة نسبة إقبال الرجال في الوطن العربي على عمليات التجميل وخاصة شفط الدهون 22% عن الأعوام السابقة، لكن ما لم تكشف عنه الإحصائيات من أجل من تحديداً يقبل الرجل العربي على عمليات التجميل. اهلا بكم. النهارده اليوم الممتع جدا في عالم جراحه التجميل، يوم مليء بالمعلومات بالعلم بالمتعه في عالم مثير للغايه. خلينا نبدا لكم بس بقصص مهمه قوي فيما يتعلق بلجوء نجمات، ومش بس نجمات، ناس عاديين، ناس بسطاء، ناس في مراكز مهمه، ناس في مراكز كل المراكز مهمه، الى جراحه مهمه جدا زي جراحه الانف مثلا. لو شفنا مثلا نجمات معينين زي أنجلينا جولي وغيرها
في عالم جراحات واهتمامهم بجراحات الأنف وفرقت إزاي جراحة الأنف معهم هتفهموا قيمة جراحة التجميل. بس بحيث أو بشرط يعني مثلا هنا فرق السنين باين جدا إن الجراحة اتعملت بشكل كويس مقبول ومعقول، لكن لو اتعملت غير كده ممكن تعمل مشكلة كبيرة. مثلا جينيفر أنيستون من الستات اللي خضعوا لجراحة تجميل أنف بشكل يعني كانت محتاجة والفرق مش كبير، وده الصح. كاميرون دياز نفس الكلام، خضعت لجراحة تجميل أنف واتلعبت الجراحة أو اتعملت الجراحة بشكل جيد جدا. نيكول كيدمان من الناس اللي عملت تجميل أنف برضو كانت بتعاني من أنف يعني، بس أنا أعتقد إنها بالغت يعني نيكول كيدمان في تصغير أنفها. سكارليت جوهانسون من كلهم والله يعني أجمل من بعض، بس برضو لا كانت محتاجها بقى سكارليت جوهانسون. كان ليه؟ الأنف بتاعها كان ذكوري شوي واتعملت صح واتعملت مناسبة لتكوينها يعني الوجه إلى حد كبير. قد إيه تفرق جراحة التجميل؟ تفرق مليمترات بتفرق. فالنهاردة في جراحة المليمترات سيكون حوارنا أكيد يعني عنوانه الدقة شيء مهم للغاية. ضيفتي العزيزة خيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحة التجميل أستاذ الدكتورة ناهل سمير، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب وعضو مؤسس في مراكز كايرو كوزمو سنتر لجراحات التجميل والليزر، وعضو المؤسس لمراكز جمالي لجراحات التجميل والليزر، والمؤسس لمراكز ليديز أونلي سنتر لجراحات التجميل والليزر. أهلا بيك يا دكتورة. قبل ما أدخل في حوارنا، المليمترات بتفرق صح؟ طبعا جدا. انت ذكرت حاجة طبعا زي ما قلت عملية الأنف is one shot، تجيبها من أول مرة لا خلاص راحت. بتفرق جدا جدا الدقة في أول مرة في جراحة الأنف. شفت سيدات بقوا في منتهى الجمال مع تغيير بسيط جدا في الأنف، فرق يعني تغيير المليمترات فرق معاهم 100%، بقت ست جذابة للغاية. سكارليت جوهانسون أنا بعتبرها يعني حاليا أيقونة في الجمال، مع إن هي كانت عندها برود نوز. سكارليت جوهانسون في الأساس ما كانتش حلوة، يعني تخيلي فرقت العملية واحدة برود نوز رفعتها وبدرجة قليلة معقولة، ما تقدرش تقول إنها بلغت ولا حاجة. فرقت معاها سكارليت جوهانسون قبل سكارليت جوهانسون فرق رهيب. سكارليت جوهانسون دي من الناس اللي ليها مقولة مشهورة بتقول، كان ليها دور كان في فيلم اسمه The Girl with the Dragon Tattoo. طبعا تمام. كانت هي دي كانت هي المرشحة لهذا الدور، هي في منتهى الجمال. المخرج سابها رفضها وقبل الممثلة اللي عملت الدور فعلا، وهي طبعا لا تقارن بسكارليت جوهانسون في أي حاجة. بس حقيقي الدور كان محتاج حد تاني مش هي. فلما سألوها إيه رأيك إن هو رفضتي في هذا الدور، قالت كلمة في منتهى الثقة بالنفس، قالت It was not just up to me. الدور هو اللي ما كانش في مستوايا، مش أنا. ثقة بالنفس هايلة. أعتقد جراحة الأنف كان ليها دور في ثقتك نفسها ده أكيد. هو الفيلم ده أساساً فيه عيب جبار، الفيلم مقسوم نصين فمش مهم الفيلم ده، لكن خلينا بقى أقول لك سؤال غريب شوية. عندنا صيف وشتاء وعندنا خريف، فصل التقلبات، وأنا في رأيي أن الخريف واحد من أهم فصول في عالم جراحة التجميل، لكن في كل فصل مين الجراحات الأكثر طلبا؟ فصل الصيف معروف ده فورمة الساحل، فورمة الساحل عند السيدة وفورمة الساحل عند الرجل. فورمة الساحل عند السيدة اللي هو البادي كونتورينج، اللي هو نحت القوام مع حقن المؤخرة مع تكبير الثدي، هو ده فورمة الساحل بالنسبة للسيدة. بالنسبة للرجل هو نحت الثدي، شفط الثدي عشان يعمل الفورمة، واللي هو البنش بيسموه البنش ده، وبعدين السيكس باكس يعني تحديد عضلات البطن عشان طبعا السوينج سوت. ففي كده عمليات تجميليه عشان السوينج سوت. نيجي على الشتاء،
الشتاء بقى انا عندي ريكفري تايم وبلبس لبس تقيل ومتغطي، فاقدر اعمل العمليات اللي محتاجه وقت نقاهه كبير، مثل شد البطن، شد البطن ومتابعه الجرح بتاعها وتصليح العضلات والورم والتورم والشكل النهائي هياخد له من شهر ونص لثلاث شهور. اذا فانا بلجا لي عايز اعمله بقى في فصل الشتاء، وكمان هلبس كورسيه، فالكورسيه ده هيحررني شويه فهستحمله اكتر في الشتاء منه من الصيف. جراحه الانف، جراحه الانف معروفه جدا ان التورم بتاعها بيظل والزرقان، وعشان اشوف النتيجه النهائيه بالذات لو كان جلدي سميك محتاجه على الاقل 4 شهور 6 شهور، فاذا هعملها وانا في ايه، في فصل الشتاء، مفيش خروجات مفيش السهرات كتير. الربيع ليه عملياته والخريف ليه عملياته، الاستعداد للصيف بعمليات والاستعداد للشتاء بعمليات. فلا هي من جراحة التجميل عموما مرتبطة جدا بسيزنز، مرتبطة جدا طبعا قبل الكريسماس وقبل الاحتفالات بعمل البوتوكس والفيلر، قبل المناسبات بثلاث أسابيع بشهر أعمل الخيوط، قبل المناسبات بأسبوع أعمل النضارة. فلا هي سيزنال لشكل كبير، يعني ارتباط ذهن المرأة بمواعيد معينة أو بمناسبات معينة أو باحتفالات معينة بيخليها تلجأ لإجراءات معينة في التجميل. من أكتر المقولات الشهرة مشهورة عندك أنك أنت ما تتسرعيش قبل مناسبة وتعملي إجراء ليه نقاهة، محدش يقولك يومين وهتبقي زي الفل، لا طبعا كل إجراء في جراحة التجميل ليه فترة نقاهة مختلفة عن التاني. في البوتوكس اللي مش محتاج وقت، في حقن الشفايف اللي محتاج اتليست 48 ساعة ممكن يورم، في الخيوط اللي محتاجة اتليست 5 أيام أسبوع، في البلازماج اللي محتاج أسبوع 10 أيام، كل إجراء في الورم والزرقان اللي محتاج في الشفط مثلا أو في شد البطن شهر ونص، يعني كل إجراء ليه نقاهة بتاعته. في بقى فيلم مشهور، بما ان احنا بدانا بالافلام النهارده ونحن نتشارك يعني هواياتنا في الافلام، في فيلم مشهور جدا اسمه سيفن، وهو الخطايا السبع كما تترجم بالعربيه لمورجان فريمان وبراد بيت. هذا الفيلم انا يعني شايف انه الخطايا السبع يطبق في جراحه التجميل. لو انا قلت لك الخطايا السبع في جراحه التجميل هم ايه؟ أعتقد هما 7 برضو. أول حاجة مفيش حضرتك هعمل لك إجراء جراحي في عيادة، دي تعدي خطية، يعني دي فوق، دي أكبر خطية في الدنيا. عشان أعمل إجراء جراحي مهما كان بسيط أنا محتاجة تعقيم، ده بيزك، محتاجة التعقيم ده ليه أصول وليه ناس انفكشن كنترول ومتابعه التعقيم ودراسه التعقيم وتقييم التعقيم، ده لا يمكن يجرى الا في مستشفى ومرخصه، مرخصه وبيجي لها الانفكشن كنترول. تعقيم الالات ده ليه ماشين، تعقيم التاولز ليه ماشين، تعقيم الارض ليه طريقه، تعقيم السقف، تعقيم الحيطان ليه طريقه. تمام، فالتعقيم، الالات، الادوات، حتى لو هعمل الإجراء ببنج موضعي أنا معايا تخدير جاهز، لو البنج موضعي ما استحملتهوش أو هعدي الدوز المسموح بيها، البنج الموضعي في حد ذاته ليه مشاكل لازم أبقى واخدة بالي منها، فمعايا الأناستيسيولوجيست خبير التخدير موجود، هحتاجه مش هحتاجه. فلأ، عملية means مستشفى full stop، دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا أعتبر من الخطايا عدم الصراحة، كلمة هيروح تماما، كلمة 100% دي بالنسبة لي خطية في حقي أنا كجراح، لأني هفقد مصداقيتي، وفي حق المريضة اللي بديها أحلام وردية لحاجة لا يمكن غير حقيقية، فدي ديفنتلي بالنسبة لي خطية. اتكلمنا قبل كده ان الشفط ليه كميه مسموح بيها في الكتب الدوليه من 6 لـ 8 لتر. هل تعلم سيادتك ان بعض الدول العربيه بدون ذكر اسم ك
وكمان لا تتخطى الستة لتر، يعني هي حاطة over restrictions لنفسها، لا تتخطى الستة لتر. وأمان العيان بالنسبة لهم number one طبعا. فاللي بيشفط 10 لتر بيشفط 20، ده خطير. في على فكرة تسجيلات لناس كانت بتقول أنا بشفط لغاية مش عارف كام، تفتخر تفتخر بده على فكرة قانونا الناس يتحبس جريمة الوقت. جريمة جريمة. في وجهة نظري برضو لما أكشف على حالة وألاقيها محتاجة شد بطن، والحالة تقول لي طب اعملي لي شفط مش شد عشان أنا مش عايزة أعمل شد بطن، دي جريمة لو طوعتها. لأن الدفو أو يعني مشكلة لما تشوف بقى المهازل اللي بتشوفها في شكل البطن والتكوين البطن اللي بيتلخبط تماما نتيجة إن هي محتاجة شد وأنا شفطتها، بيبقى دفو غريب، بيتحول التهدل من تحت بحوله لفوق، يبقى في بطن طلع لها من فوق لاني ما صلحتش العضلات صح، ما قسمتش البطن صح، بوظت الاناتومي، بوظت شكل البطن. فمهما حاول العيان يضغط عليا مش ممكن اسمح له غير بالصح. حضرتك محتاجه شد بطن جراحي، يبقى نعمل شد بطن جراحي. طيب انت قلقانه من ايه؟ نبتدي نتكلم. لكن اعمل حاجه غلط مش خطيه، طبعا خطيه. احنا كده وصلنا كم خطيه كتير، بس الطمع يعني جزء الطمع ده مهم قوي. الطمع جرم الطمع ان انا اعمل اكتر من عمليه في نفس الوقت. لا يمكن ده طبعا. لان ده طبعا ده جزء من الاحلام الورديه للمريض اللي في ناس للاسف بيتلاعبوا بيها. اعمل لي شد لي بطني وارفع لي صدري واشفط لي ظهري. في ناس تعتقد ان جسمها يشبه كانه يعني ماكيت، مش فاهمه الجسد البشري. لا هي مش فاهمه ان كل عمليه لها تايم، لها وقت، في نسبه فقد دم، في نسبه التخدير بتدخل الجسم المفروض ما نتعدهاش. قدره الجسم على الالتئام والاستشفاء دي محتاجه كريتيريا معينة. لا يمكن أضرب بكل ده عرض الحائط عشان مش عايز أدخل عمليات تاني. بالعكس، لما أدخل عملية بسيطة ساعة ساعة ونص وأخرج في حالة التئام سريعة ونقاها سريعة أحسن لي 100,000 مرة، وأدخل مرة واثنين وثلاثة كل 3 شهور أو 4 شهور أحسن 100,000 مرة ما أدخل في عملية طويلة جدا أخرج منها على الرعاية المركزة وأخرج منها بفقد دم جديد ونقل دم جديد. ديفينتلي لازم ما عملش حاجه زي كده. هو كان دايما الخطايا السبع ليهم اسماء، يعني الطمع، الشراهه، البخل، الجبن. على فكره يطبق في جراحه التجميل. مثلا انا ممكن اقول لك الشراهه، انه واحد يكون عنده 100 كيلو ولا 120 كيلو وعايز يعمل تجميل ممنوع. يبقى انا كده مش فاهمه يعني ايه جراحه التجميل. جراحة التجميل مش جراحة البارياتريك، مش جراحة إنقاص الوزن. ولو عيانة هي أساساً فوق 100 إذن فجراحة التجميل مش مفيدة بالنسبة لها نهائي. جراحة التجميل يعني أعمل شكل حلو مش وزن حلو. يبقى لو أنا فوق 100 أنا محتاجة إنقاص وزن وليس تظبيط شكل. لما أبقى في الوزن المثالي أو قريبة من وزني المثالي، البادي ماس إندكس بتاعتي قريبة من الطبيعي، أبتدي بقى أضبط شكلي. الحاجات اللي فيها ترهل أضبطها، الحاجات اللي ما بتخسش مقارنة بالأجزاء الباقية أضبطها. يبقى هي عملية تناسق أو شيب ريشيبينج، نحت ريشيبينج شكل وليس وزن. إذن لو فوق 100 كيلو وأقنعته أو وافقته على جراحة التجميل خطية. خطية ده طبعا شراها زي ما حضرتك قلت. إنه هل من الخطايا جراحة التجميل انه مريض يبقى هو الليدر، هو القائد على الدكتور، يفرض طلباته على الدكتور؟ طبعا دي خطأ. طبعا، لاني انا وظيفتي كدكتور ان انا انبهه للصح، تمام، وما توعوش في اي حاجه غلط. لاني في الاخر انا بقول للعيان في الاخر حد اللي هيشوفك هيقول دي عيانة مين؟ مين اللي عملها؟ دكتورة نهد؟ يبقى دكتورة نهد هي الوحشة، مش حضرتك اللي طلبتي طلب غلط. محدش هيقول ان حضرتك المذنبة. حتى المريض نفسه بيرجع لك يقول لك
ما قلتش وانت ليه؟ ما قلتش دي طبعا عمرها ما هتحصل. كان في زمان كده مس في جراحة التجميل انا اعتبرها خطية خرافة في جراحة التجميل، هشفط لك دهون وهجمد لك الدهون وحطها لك في التلاجة ولما نعوز نملة تاني وكانت العينين دي وحضرتك مش هتجمدي لي الدهون يعني ليه هتحقنها لي مره واحده يعني العكس الكونسبت ده اختلف، لا حضرتك هي اتجمدت دي خلاص باظت دي ماتت بقت زبده لقد قتلتي الخليه الدهنيه فلا ماشي سبله بقت زبده ده بيسمى الجشع بقى الجشع ماشي لا ده بقى ده دي فهلاوه دي حاجه ده دي خطيه مصريه يعني خطيه خاصه بالمصريين يعني فلا في خطايا الخطا السيفن سنس دول ينطبقوا تماما على جراحه التجميل طبعا الشراهه الخداع خداع الخداع خطير كذب انا اكذب على المريض نوهمه الخداع اللي هي كلمه 100% هيختفي تماما خطيه طبعا احنا طلعنا من الصيف خلاص بدانا نخرج من الصيف خارجين بكوارث صحيح على فكره في ناس هترجع من او رجعت يعني من المصيف هتجيلك لا يعني عاملين خطايا مش سبع هي الفترة دي أنا بسميها فترة النضارة أنت فقدتي كل نضارة بشرتك الشمس البحر المية المالحة قلة شرب المية قلة التعويض السهر الكتير الميكب الكتير كل ده إرهاق لبشرتك تمام كل الإرهاق ده محتاج ريكوفري محتاج أن أنا أعيد الرطوبة أعيد الهايدريشن بيسموه الترطيب بتاع البشرة فأنا بسميها فترة النضارة ترجعي من الساحل على جلسة النضارة وزي ما قلت لك في حلقة سابقة أنا مؤمنة جدا بالإجراءات البسيطة سألتني عن المايكرو نيدلينج سألتني عن الديرما رولر على قد ما هي ماشين بسيطة على قد ما هي لا في السن الصغير مع جلسات البي ار بي او الميزو سيرابي او جلسات النضاره لا بتعمل كتير و المايكرو نيدلينج مش هو اللي وحش الاوفر استيميشن بتاعه هو اللي وحش يعني لما اقول ده بديل للفيلر يبقى مش هو اللي وحش يبقى انا اللي فسرته غلط لا هو اجراء على قد ما هو بسيط على قد ما هو سهل لكن بيعالج ديفو معين العيوب السطحية في البشرة الجفاف بتاع البشرة أقدر بيه أحقن زي ما قلنا نضارة أحقن بيه الخلايا الجذعية أحقن بيه البي آر بي فهو ليه فايدته لو توظف صح ولو اتحسبت صح فلا أنا مؤمنة جدا أن فصل بعد العودة من المصيف جلسات النضارة مهمة جدا إزاي نعالج الكوارث اللي حصل؟ زي ما قلنا إجراءات بسيطة جدا النضارة ده عالم كبير جدا ستارتنج من إن في فيتامين سي ستارتنج من حاجة اسمها نان كروس لينكت هيالورونيك أسيد ستارتنج من خلايا جذعية سواء من أورجين نباتي سواء من منتجات البحر من أحلى الجلسات اللي بحبها حاجة اسمها أنا بسميها اكوا ميزو او اكوا هايدريشن اسمها حلوه انا سميتها اكوا هايدريشن انا بحب اي حاجه فيها كلمه اكوا لان مائي نوع من انواع الخلايا الجذعيه من مستخلصات البحر فبيدي زي دفقه من الاكسجينيشن للبشره عاليه جدا السن الصغير والشباب بيحتاجها او بيعملها عندي باستمرار الميك اب النزول اليومي الكليه الشمس يعني لو حضرتك في الاضاءه على طول تحس ان بشرتك بتجهد ممكن تكون بتاكل كويس بتشرب كويس حريص جدا في اكلك لكن مجرد ضوء شديد بيمتص الحيويه بتاعه البشره فجلسه بتعمل تدفق للاكسجينيشن هايله جدا بتحسن جدا الهالات السوداء ككالر إن جزء كبير من الهالات السوداء هو إرهاق للعين إرهاق لجلد العين لأنه جلد ضعيف جدا الشفايف من كتر ما مدخنين طبعا الشيشة اللي انتشرت بشكل رهيب نقص فيتامين بي 12 على فكرة أنيميا نقص فيتامين بي 12 بيأثر كل ده بيشقق الشفايف بيعملها جفاف بتفقد لونها الوردي اللي ربنا خلقها بيه بتاع الميوكوزا الأكسجينيشن
البلاد سبلاي بيقل، فكل ده بيتحسن بجلسه الاكوا. فلا طبعا انا مؤمنه جدا بالميزوثيرابي والمايكرونيدل. اوكي الكولد بيلينج، الكولد بيلينج يعني كولد بيلينج ده تطور التقشير الكيميائي القديم. كنا زمان ما فيش غير الكيميكال بيلينج اللي هو باحماض الفاكهه، الجلايكوليك والالفا هيدروكسي اسيدز والتي سي اي، ده اللي كان تقشير معروف. انما الكولد بيل هو تطور امن جدا لجلسات التوحيد اللون او علاج التصبغات او الملازمه او الكلف، اللي طبعا من الحاجات اللي بتظهر جدا عند التعرض للشمس في فصل الصيف، وليها ارتباط قوي جدا بجفاف البشره، غير طبعا كلف الحمل، كلف الحساسيه. لما حد بيستخدم ديودرنت معين او كريم معين او يرش البرفيوم كده فيجي على البشره، في بعض البشرات بتتحسس. الحساسية دي أو الالتهاب ده، الحمار ده سرعان ما يقلب بغمقان، سرعان ما يقلب بكلف. فلا الكولد بيل هو حاجة بتدي تفتيح وعلاج للتصبغات، وكمان بتدي نضارة في نفس الوقت، فبرضو من اللطيفة، حاجة لطيفة جدا. في حاجات كتيرة بقى عايزين نمر عليها بس هتبقى سريعة شوية. الإيد الإيد في أنا في وجهة نظري الوجه مهم، بس الايد والديكولتيه من الحاجات المهمه جدا. كان جاي يعني ديكولتيه على طول وراها. لان انا ببص بلاقي الوجه بيعبر عن سن، وبعدين ابص الاقي الايد فيها تجاعيد، فيها تشققات، فيها تصبغات، فيها نمش عالي جدا. فلا طبعا لازم اهتم بجمال ايدي. ما ننساش ان الست غير الراجل، الست ايديها طول النهار في المطبخ، في الكيماويات، حتى لو لبست جوانتي ممكن يحصل لها حساسيه من كتر لبس الجوانتي. انا من كتر لبس الجوانتيات على طول ايدي بيحصل لها نوع من انواع الحساسيه، بتغمق، بيحصل تجاعيد. فطبعا احط لها ميزوثيرابي، احط لها فيلر، احط لها جلسات تفتيح، جلسات كولد بيل. اهتمام بالايد بالنسبه للست مهم جدا. نفس القصه في الديكولتيه، لو لابسه مفتوح شويه او حاجه مبينه الرقبه بالديكولتيه، ابص الاقي فيه تجاعيد لا تتناسب مع درجه اهتمامك بوشك، اعرف سنك على طول. فلا دي حاجات مكمله بالنسبه للست. بنحط فيها يعني في حاجه كده في الميزوثيرابي، احنا قلنا في كروس لينكت وفي نون كروس لينكت هايلونيك اسيد. في اختراع جديد في النضاره اسمه مزج الكروس لينكت مع النون كروس لينكت هيالورونيك اسيد. يعني لو تسمح لي اقول لك اسمه، فهو اسمه بروفايلو. البروفايلو هو مش فيلر، وطبعا من المسز الناس بيسوقوها انه فيلر، لا هو نضاره، هو الهيالورونيك اسيد بس في صورته السائله، المولكيول بتاعه بيبقى صغير جدا ومش ممتزج او مش مرتبط ببعضه. فبدل ما بيديني ملو، لا بيديني نضاره او بيديني فرد وبيديني نعومه. استخدامه في الديكولتيه، استخدامه في الهاند عشان فرد التجاعيد بيبقى لطيف جدا، انتي ايجينج لطيف جدا. فهو منتج هايل جدا، وده كل ده يندرج تحت اسم النضاره او الميزوثيرابي. القدمين الساقين، الساقين بالنسبه للست عضو انثوي، زي يلي المنطقة الأنثوية ويلي الثدي، ده بيعبر عن في تكوين السيدة، إن رجليها تبقى مشدودة، تبقى ليها شيب متناسقة. فعندنا بالبلدي كده إن الست اللي الجزء السفلي من الساقين اللي حوالين العرقوب ناشف ومجعد وما فيش دهون بدرجة كافية، والجلد لازق على الأوتار، بسميها معرقب يعني فاضي، دي بالنسبة للست شيء مهين إن هي تبقى ما فيهاش أنوثة في المكان ده. فطبعا إحنا هنا بنحقن الدهون، الدهون بتدي ملو، بتدي راوندد لوك، بتدور الساقين، التدويرة دي مهمة جدا بالنسبة لجمال الساقين، بتفرد التجاعيد، بتنعم الجلد. يعني لا ده بالنسبة للسيدة، هذا الجزء من الساقين جماله إنه يبقى مدور ويبقى مشدود، يبقى مش معرقب بالبلدي، لا ده شيء مهم جدا. الفيلر ولا الدهون تفضلي؟ نمبر 1 افضل الدهون.
سواء في اليدين سواء في الساقين افضل الدهون، لان الدهون من اكتر الاشياء اللي مش بس بتملى، لا وبتوصل الدوره الدمويه للجلد، بتحسن لي الجلد. خليني بقى اقول لك، ابو العريف النهارده اكيد هيفاجئ، هيفتي لا هيفتي، انا نفسي اسمع ابو العريف النهارده، ويا ريت الفتيه بتاعته تكون من النوع المتركب، متركب يقول كلام صح في وسط كلام غلط. تعالوا نسمع ابو العريف. يا باشا، بعد نقاش طويل مع المدام حول مناخيري الكبيرة، اقترحت عليا حل وسط مثالي. بتقولك يا باشا، لقيت على الانترنت جهاز ياباني قد الكف، يتحط على المناخير، يعمل اهتزازات كهربائية تعدل الأنسجة داخل الأنف، تعمل يا باشا تجميل وتصغير للأنف بمنتهى البساطة. بيقولك يا باشا، لن تصدق النتائج وستندهش من تأثير الجهاز الرهيب، بدون ليزر، بدون تخدير، بدون جراحة. اقتراح بصراحة يا مدام أعجبني. I like it. I'll kill you. ستندهش. ستندهش. ستندهش إن أبو العريف مش أول واحد أفتى في موضوع لا. تصغير الأنف. آه. ده في فتاوي في تصغير الأنف. وحكاية الجهاز دي على فكرة مش فتوى جديدة، دي قديمة، دي نصبة قديمة. اللي أنا سمعته بقى اللي أذهلني إن عايزين يصغروا الأنف بحقن تذويب الدهون. وفي حد فكر ولل... للأسف للأسف ده كانت في صيحة كده في الدول العربية، وكل السيدات يجي يقول لك أنا أحطيني حقنة تصغير الأنف. طب يعني ده حد حتى مش عارف إن مفيش دهون هنا أساسا. لا، فالفتي في تجميل الأنف ده كتير، أجهزة، حقن، إحنا بنستخدم البوتوكس وبنستخدم الفيلر وبنستخدم الخيوط لأغراض معينة في الأنف، لكن مش لتصغير الأنف. كلمة تصغير الأنف يا أبو العريف معناها جراحة، عملية تجميل أنف جراحية، فول ستوب. الجريمة الكاملة. الجريمة الكاملة مين اللي يتقال عليه دي الجريمة الكاملة؟ جريمة بنت ستين. الجريمة الكاملة اللي هي زي ما قلنا واحدة من الخطايا السبع، إن أنا أعمل أكتر من إجراء بغرض اني افهمها ان انا كده جراح شاطر، فهعمل ثدي وتجميل ثدي وتجميل ظهر وشد بطنه في نفس الوقت، فانا كده جراح متكامل يعني بعمل كل حاجه. لا، ده كده يعني جريمه متكامله فعلا. اها. ميشن امبوسيبل؟ لا، انا مش مؤمنه خالص ان في ميشن امبوسيبل في التجميل. كل شيء وارد خلاص، بس مش امبوسيبل بقى، هو غير حقيقي ان انا اقدر اعالج كل حاجه بنسبه 100%. كل حاجه ليها نسبه تحسن، ولازم اكون صريحه جدا جدا واشرح نسبه التحسن، واشرح الديفوهات اللي ممكن تحصل نتيجه هذه الدروباكس اللي ممكن تحصل وكيفيه علاجها. انما حاجه مستحيله؟ لا، مفيش حاجه مستحيله على حد متمكن من مهنته. اللي مش متمكن هيفرض على نفسه مهمة مستحيلة لما يدي وعود مستحيل. بالظبط. هيحول المهمة بقى المهمة فعلا، بدل ما هي مهمة علمية يحولها المهمة مستحيلة. تنورتيني. شكرا. وأسعدتيني وأبدعتي كالعادة. شكرا. ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتور نهى السمير، أستاذ جراحات تجميل بكلية الطب، عضو مؤسس في مراكز كوزمو كايرو كوزمو سنتر لجراحات التجميل والليزر، وعضو مؤسس مراكز جمالي لجراحات التجميل والليزر، والعضو والمؤسسه لمراكز ليديز اونلي سنتر لجراحات التجميل والليزر. كالعاده بتبدع في الناس الحلوه. خليكم دايما واخدين بالكم من نفسيكم، خليكم مع الناس الحلوه. رصه السنان ورسمه الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وسنانه بايظة. هو مش شكل بس، أنا عايز شكله وفانكشن وكل حاجة. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحة.
الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. على فكرة تنظيف السنان ده شيء مهم جدا، الاهتمام والعناية بيها ده من زمان، من قديم الأزل. أنا بحب التاريخ، فاسمحوا لي شوية كده أكلمكم من وقت للتاني على التاريخ في فروع الطب المختلف. أول فرشة سنان اتعملت كان سنة 3500 قبل الميلاد، وده كان اللي عملها البابليين والله دي حاجة حلوة خالص، هل دي اللي اتعملت فعلا في الوقت ده والمصريين طبعا الفراعنة. كمان في عام 1600 قبل الميلاد الصينيين بدأوا يجيبوا أعواد المضغ ويستخدموها، طبعا دي عبارة عن أغصان معينة بتستخرج من أشجار عطرية بتدي رائحة جيدة للفم. الصينيين أول من عمل فرشاة سنان حقيقية بقى أقرب إلى الوضع الحالي، واستخدموا فيها الشعر الخشن من الحيوانات، وكانوا بيربطوا الشعر ده على أعواد شجرة البامبو. التصميم الصيني انتقل لأوروبا، وبدل ما كانت تستخدم من حيوانات معينة لا استخدموا شعر الخيل، بدأوا يستخدموه ولأنه شعر الخيل أكثر نعومة. وبعدين بدأت في 1780 في إنجلترا تظهر الفرشة الأسنان الحديثة بقى اللي عملها كان ويليام أديس، وكانت مصنوعة من شعر الخنزير والعظام بتاعة الماشية. دي أول فرشة أسنان اتعملت. في سنة 1844 ظهرت أول فرشة أسنان بثلاث صفوف شعر اللي هي بقى أقرب حاجة للحديث، وقعدت فترة طويلة تتعمل فرشة أسنان من شعر الحيوانات لغاية لما جه ولس هيوم ده عمل أول فرشة سنان لها شعيرات مصنوعة من النايلون سنة 1938، وبدأت بقى تنتشر بمختلف الأشكال والأنواع والأثمان فرشات السنان اللي بتعمل تنظيف للسنان. لكن في ناس كتير قوي ما تعرفش فين فرشة السنان بتاعتهم، في ناس مش عارف تقول يعني صعبين قوي، يعني فرشة السنان لازم تستخدم الصبح وبالليل وبالليل قبل ما تنام كمان، والخيط أهم من فرشة السنان في رأيي. يعني النهاردة هنتكلم على حاجات كتيرة يمكن ما بنتكلمش عنها كتير. النهاردة حلقتنا عنوانها ما بين المشهور والمسكوت عنه، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم الأسنان المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتور. بحب التاريخ أنا. جدا جدا تاريخ جميل. بيعرفنا الحضارات اللي فاتت، وده اللي بيعلمنا هنعمل إيه قدام عشان نطور الكلام ده. والناس بتاع زمان كانوا مهتمين بس جدا أوي جدا أوي. وده بيبين لنا قد إيه هم بيهتموا بالنظافة عامة، لأن الاهتمام بالفم والأسنان ده دي الستارت بتاعه الاهتمام بالهيجين عامه. اللي ما يهتمش باسنانه مش هتلاقيه مهتم بحاجه، باي حاجه خالص خالص. ده حقيقي. عايز اقول لك ان عنوان النهارده دايما حاجات مش مطروقه قوي، ما حدش بيتكلم عنها كتير، وهبدا باللثه. اللثه الناس ما بتهتمش بيها. الابتسامه اللثويه في ناس كتير مش فاهمها. الابتسامه اللثويه هي ان اللثه تظهر في اثناء الضحكه اكتر من 3 ملي. هي مفروض الطبيعي الرينج الطبيعي بتاعها من 0 ل 3 ملي، فاحنا لما بتظهر اكتر من كده دي بنسميها الضحكه اللثويه. بيبدا اسبابها كتير جدا، ليها كذا سبب. اول حاجه يا اما ان العضله بتاعت الشفه نفسها بتترفع زياده اثناء الضحك، يا اما ان احنا عندنا حجم اللثه بيكون مغطي جزء كمان من الاسنان بيكون طويل شويه، يا اما اللثه وعظام الفك كلهم نازلين زياده عن اللزوم. تمام. طيب كل واحده ليها طريقه العلاج بتاعتها المثلى. يعني لو انا عندي اللثه نازله على الاسنان وطويله شويه، ممكن بعلاج ليزر بسيط جدا نقدر ندخلها في الرينج الطبيعي اللي هو من 0 ل 3. اوكي. لو عندنا الشفه بتترفع بشكل كبير جدا، ده احنا بنعمل جراحه بسيطه ان احنا نثبت الشفه على مستوى اقل شويه،
ونخيطها في المكان ده، فبعد كده ما تطلعش اثناء الضحك مره ثانيه. دلوقتي البوتوكس تدخل في الموضوع، بس ده بيبقى حاجه تمبري، يعني ممكن المريض يبدا الاول يشوف شكله لما الضحكه العصبيه تنتهي هيبقى شكلها عامل ازاي، بنحقن بوتوكس في حتت معينه، فلما يضحك المريض ما تترفعش الشفه جامد فما يبانش الضحكه العصبيه بتاعتنا. ايه اللي يخلي الابتسامه العصبيه تتكون؟ لا دي حاجه، دي فاريشنز طبيعيه. اه حاجه فاريشنز طبيعيه، ممكن تبقى وراثيه وفاريشنز بتحصل من حد للتاني. ازاي بقى نبدا نتعامل معاها؟ نبدا نتعامل معاها ان هي طبعا بتبقى مضايقه الشخص اللي عنده الضحكه العصبيه في الضحك، ان هو بيبقى مش عارف يضحك كويس، مش عارف يعني مش عارف يتعامل معاها، فبيبدا يروح للدكتور اللي بيشخصها اللي هي يلاقيها اكتر من 3 مللي ويبدا يتعامل معاها. زي ما احنا شايفين هنا، دي هنا عملنا عمليه جراحيه بسيطه جدا، دي اخذت حوالي ربع ساعه. حضرتك لو شايف الفيستيبيول اللي هي مكان اللي تحت الشفه العلويه هتلاقيه عالي قوي في الناحيه الشمال المريض، اوكي، اما بالناحيه الثانيه هنلاقي ان احنا سحبناها بعمليه جراحيه وثبتناها على مستوى اقل، فالمريض بعد كده بقى بيضحك من غير ما اللثه بتاعته بتبان، فشكلها احسن كتير جدا وما خدتش وقت ولا مجهود ولا تعب. هنا احنا عندنا الموضوع ده كان في كذا حاجه، الموضوع ده في هايبربليزيا بالظبط كده اهو، احنا عندنا اضطرينا ان احنا نشيل جزء من اللثه ونشيل جزء من العظام اللثه، فبدات الاسنان كبيره جدا، فبدانا نجمل الاسنان نفسها، اخذنا لها مقاساتها، دخلنا على الدي اس دي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، بدانا نصمم شكل الابتسامه ان احنا بعد كده نركب عليها تركيبات ثابته نرجع بيها شكل السنين ما تبقاش حجمها كبير. فبعد كده وصلنا من النتيجه اللي فوق للنتيجه اللي تحت. طبعا يعني هنا يعني فرق كبير قوي، يعني فرق كبير، فرق مذهل مذهل. يعني اتعمل فيها حاجات كتير قوي، كمان سحبنا الشفه العلويه ان هي بقت ما بتطلعش عن حته معينه بعمليه جراحيه صغيره. ثبتناها. فهي دلوقتي هي تحت بتضحك وشكل الضحكه كويسه قوي، بس الشفه مش عارفه تطلع اكتر من كده. فبالتالي بقى شكل المنظر اللي احنا قدامنا ده. التجاهل اللثه مثلا ده يعني انت بتشوفه؟ انا هقول لحضرتك فريكوينت الايه، يعني بتشوف متكرر؟ بنشوف القصه دي كتيره والناس مش فاهمين حلها ايه، هم فاهمين ان الدنيا انا شكلي كده، مش عارفين ان احنا دلوقتي نقدر نصلح الكلام ده بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا حكينا، سواء ليزر. على فكره ممكن بالليزر لو هي الرينج بتاعها مش عالي يا دوبك بنرفعها بالليزر وتبقى الدنيا كويسه جدا. الليزر بيشتغل بس في حالات تحتاج جراحه، زي الحاله اللي هي الاولانيه اللي احنا وريناها لحضرتك، دي كانت بتترفع بزياده فمستحيل الليزر يجيب كل ده، فبنضطر ان احنا نثبتها على مستوى اقل من كده. عندكم في طب الاسنان في كلمه خطه علاجيه، دي زي ما تقول كده يعني ايه اكبر يافطه بتتحط؟ اهم حاجه في الخطه العلاجيه جود دايجنوزز از جود بروجنوزز، يعني عملنا دايجنوز شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. طيب ستارت التشخيص الجيد دلوقتي التكنولوجيا وصلتنا لحاجات كتير جدا زي الاشعه المقطعيه اللي هي الستارت بتاعت التشخيص. احنا عندنا التشخيص عباره عن كلينيكال، احنا بنبص بس عينينا ما تقدرش تخش تخترق العظم اللي موجود، ما تقدرش تخش تشوف جوه الاسنان دي في ايه. فعملوا الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه، دي اللي بتقدر نقطع بيها الفك من قدام لورا او من تحت لفوق او كروس سكشن كده اهو، فبنقدر نمسك كل حته نكشف عليها لوحدها، نعرف الحته دي ده احنا عندنا فيه تسوس هنا، ده احنا عندنا العظم هنا فيه مشكله، كيس دهني ظهر، فيه خراج مزمن ظهر، هل نقدر نزرع في الحته اللي اتخلعت دي ولا لا؟ طب احنا دلوقتي في عندنا تسوسات بتظهر تحت اللثه، دي ما تبانش بالدياجنوزز العادي، لا بتبان بالاشعه المقطعيه. هنا في الاشعه فيديو الاشعه المقطعيه ده احنا بنستخدم الاشعه المقطعيه عشان نحدد مقاسات العظم والكثافه بتاعته، يعني نحدد طوله وعرضه وسمكه وكثافته عشان نختار الزرعه المظبوطه ونحطها في المكان المظبوط. وبعد كده الدنيا تطورت اكتر من كده ان احنا بقينا بنربطه بالسيرك، فبنقدر نخلي ان هو في نعمل ديزاين يقول لنا لو احنا حطينا الزرعيه في المكان الفلاني هتدينا في الاخر شكل السنه الفلانيه، وده احسن مكان عشان يطلع لنا ضحكه مظبوطه. يبقى عملت كل حاجه صح، كل حاجه دي التكنولوجي. الخطه العلاجيه اذا كلمه مهمه الناس فاهمها، دي اهم حاجه. التريتمنت بلان برضه الناس فاهمها ولا لسه؟ لا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المريض بيبقى عارف عندي وجع يعني عندي تسوس، هيروح للدكتور بيقول له احشيل الضرس الفلاني عشان بيوجعني، مش فاهم ان هو المفروض الدكتور يكشف على الفم عامه، لان ممكن تبقى حاجه مأثره على حاجه تانية، ويبدا يعمل خطه احنا هنبدا نعالج كذا الاول عشان كذا بيأثر على كذا، ونبدا واحده واحده لحد ما نوصل للبروجنوزز المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الخطه العلاجيه اول حاجه المريض لما بيجي بنبدا نعرف
الميديكال هيستوري بتاعته، نبدا نتكلم معاه. انت عندك ضغط، سكر، قلب، اي مشاكل صحيه؟ اي نعم. دلوقتي التكنولوجي في صناعه الزراعات تطورت بشكل كبير جدا، ان هي بقت تقدر تقف قدام امراض كتير. يعني لستة الامراض اللي احنا ما كناش بنزرع معاها زمان قلت جدا دلوقتي. فبنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، لان هو لو دايابيتك ان كنترولد، لو هو بيعدي ارقام كبيره في الدايابيتس، يعني السكر، لو عنده سكر مش منتظم، بنضطر ساعتها ان هو نخليه ينتظم الاول وبعد كده نعالجه عشان نعرف الزراعيه دي تنجح. اوكي، فبنبدا نشوف الميديكال هيستوري بتاعته، بعد كده بنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعرف طول وعرض وسمك العظم قد ايه. بعد ما نعمل اشعه مقطعيه ونطمن ان كل حاجه مظبوطه، هل العظم بتاعه كفايه ان احنا نحط فيه زراعات ولا محتاجين نحط عليه نزرع عليه عظم، هل في قريب من الجيوب الانفيه محتاجين نرفع الجيوب الانفيه ولا الدنيا كويسه، هل قريب من نيرفز او اي فايتلز عشان خاطر هتضايقنا في الزراعه هنبوظ اي حاجه تانية. بعد كده بتبدا عمليه الزراعه. هنا احنا عندنا دلوقتي الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقينا في وقت صغير جدا. يعني الزراعية بتاخد من 5 لـ 8 دقايق، بنحط الزراعية، بنفتح فتحة صغيرة خالص ما تتعداش الملي، بنبدأ نشتغل منها زي ما احنا شايفين. هو ما فيش اي مشرط فتح الحتة، احنا يدوبك بندخل الدريلز كلها من الفتحة الملي بتاعتنا وبنحط الزراعية بتاعتنا. هنا احنا حطينا طربوش مؤقت على الزراعية عشان المريض يخرج في نفس الجلسة بالسنة بتاعته. فالدنيا في عالم الزراعة تطورت بشكل كبير جدا، بقى المريض ممكن يبقى داخل من غير سنة، يخرج بسنة في نفس القعدة. يخرج بسنة في نفس الجلسة. نفس الجلسة. يعني بالظبط. شيء رائع. لكن خلينا نقول السيتويشن بقى، ما ساعات الزراعة ما بتبقى حواليها سيتويشن. الدنيا مش جنة على طول. مش جنة على طول. مش جنة على طول. مثلا الزراعة في إنسان عنده سكر، بيقف قدامها شوية. نقف قدامها لحد ما نشوف هو سكره ده وضعه ايه، سكر التراكمي بتاعه فين، الدنيا ماشيه ازاي، عشان نبدا عمليه الزراعه. لكن مريض السكر المنتظم هو ده زي اي بني ادم عادي او اي زي اي انسان، التعامل معاه في موضوع الزراعه ما فيهوش اي مشاكل خالص. نيجي للناس اللي عندها مثلا فقد الكميه كبيره من السنان، ايه مفيش سنان مثلا فوق او دي تحت. دي من المشاكل اللي بتواجه الصحراء. دي الصحراء دي في ناس كتير جدا اللي هي ما كانش عندهم ثقافه زراعة الأسنان قبل كده، سابوا نفسهم بعد ما خلعوا السنان كلها، سابوا نفسهم فترة طويلة بالأطقم المتحركة. الأطقم المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. خلي بالك، لو هي جزئية فهي بتبقى ماسكة في أسنان بمشابك، طول ما المريض بياكل هي عمالة تلخلخ في الأسنان بتاعتها، عمالة تاكل في العظم اللي تحتيها. زي الحالة اللي قدامنا دي، ده قعد فترة طويلة من غير أسنان بأطقم متحركة، جالنا لقينا إن كمية العظم اللي موجودة أقل من اللي احنا نقدر نزرع فيها. يعني خلي بالك يا دكتور ايمن، احنا عشان نحط زراعيه وتنجح لازم يبقى عندنا ملي من كل جنب من جوانب الزراعيه عشان تقدر تمسك نفسها. ما لقيناش الملي، اقل زراعيه عندنا 2.7 ارفع زراعيه، تمام، 2.7 من الملي، فانت كده محتاج 4.7 من الملي عضم عشان تحط فيها الزراعيه دي. تمام، ما عنديش الكلام ده. بنبدا نعمل ايه؟ ناخدها يا اما يكون في حته فيها المقاس ده وبقيه الحتت ما فيهاش المقاس ده، فدي ساعتها بنحط الزراعيه ونحط معاها عظم ونسيبهم فتره كل الكلام ده يمسك مع بعضيه. يا اما ناخد ستيج 1، احنا اول حاجه هنزرع عظم، نزرع عظم عشان نعمل الميديا او البيئه او التربه اللي احنا هنزرع فيها، نحضرها للزراعه. نبدا نرفع الجيوب الانفيه، لان اكيد العظم اللي تحت الجيوب الانفيه كش، فهنضطر نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم تحتيها ونسيب المريض من 4-5 شهور لحد ما العظم ده يمسك نفسه. بعد كده بيجي لنا نبدا عمليه الزراعه الطبيعيه، نبدا نحط الزراعات بتاعتنا، الفك الفاضي خالص بنحط له من 4 لـ 8 زراعات، عاده بنحط 6 زراعات زي ما احنا شايفين هنا. الحاله دي غير الحاله الاولانيه، دي كان مشكله فيها ان هي العظم مش موجود تقريبا، فدي دي 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 زرعنا فيها عظم في الاول ورفعنا لها جيوب الانفيه عشان نعرف نحط الزراعات. ده منظر الزراعات بعد ما تركبت. الزراعية عبارة عن جسم وراس، احنا بنسيب الجسم جوه العظم الاول وبعد كده بنركب الراس ساعة التحميل، ودي الاسنان بتاعتها بعد ما حملت. القصة دي اخدت منها 6 شهور. اخدت 6 شهور؟ بس احنا عادة الزراعات بقى دلوقتي الوقت بتاعها اقل، بس هي دي الكيس دي عشان ما فيش عظم تماما. الحالة اللي فاتت دي لفت على ناس كتير ومش عايزين يزرعوا لها عشان عارفين الفيلير عالي. هنا في الحالة دي كان في مشكلة عندها، ده عمل حادثة، هو مش من مصر، هو من بره مصر، عمل حادثة. كان التشخيص بتاعه مش بالأشعة المقطعية، كان بالأشعة 2D عادية اللي هي ثنائية الأبعاد. لقوا إن العظم بتاعه كويس بس السنان بتتحرك،
فبداوا يثبتوا الاسنان دي بسلك. خلي بالك يا دكتور ايمن، لو احنا شلنا سنه، لو سنه وقعت بقى نتيجه خبطه او حاجه، لو رجعناها مكانها وثبتناها هتثبت. فهم بداوا يثبتوا له الاسنان ده. المهم هو فضل بالام فتره طويله لمده سنه وهو مش عارف ليه، يروح يقولوا له لا انت ما عندكش حاجه. لما جالنا عملنا له اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في كسر في العظمه اللي ماسكه السنين الاماميه دي كلها. الكسر ده بدا يكون انسجه في اللاين بتاع الكسر نفسه. فاضطرينا ان احنا نفتح وننظف الانسجه دي كويس قوي، ونزرع عظم مع العظم اللي موجود ونثبته بشرايح ومسامير، وحطينا الزرعات بتاعتنا في العظم بتاعه. وبعد كده ده المنظر ده بعد شهرين ونص تقريبا، وقدرنا في الاخر يبقى باسنانه زي ما احنا شايفين كده. كل قصه ليها يعني زي ما يقولوا طريق، ليها قصة، ليها مشاكل، ليها كل قصة تحدي جديد. كل قصة انت بتقابل مشكلة، صعوبة خاصة بالظبط. احنا معظم الناس اللي بتجيلنا بعد ما بتيأس، اللي هي بتبقى لفت، هي مش لاقية اي حل، فهي جاية ايه الحل اللي عندك؟ واحنا لازم نطلع الحل ده. ما هو ده مهم جدا. طب لو واحد جالك بقى سيتويشن معين عنده العظم قل وكمان اللثة كمان قلت قوي، فانت لما هتحط وتزرع هنا بقى هتبقى سنه طويله قوي. هنا يجي بقى الكومباينيشن بتاعه الدي اس دي، فكره ان احنا زرعنا وعملنا سمايل ديزاين، فهنلاقي ساعتها ان الاسنان كبيره، فهنبدا نعمل له لثه صناعيه في التركيبه بتاعته. عشان نرسم له لثه لما يضحك تبان شكلها هيلثي. وخلي بالك يا دكتور، هي دي بتحدد، حضرتك قصدك انها بتحدد الفيرتيكال دايمنشنز هنا اهو، اللي هي مناسبه للفك، اللي هي لو قلت هتعمل لنا الرينكلز او هتعمل لنا تجاعيد هنا اهو. فاحنا بعد ما العظم قل وكش، بس احنا نجحنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا في الوضع ده. احنا محتاجين نحافظ على الفيرتيكال دايمنشنز ده، فبنبدا نلاقي المسافه كبيره قوي لو حطينا اسنان بس كده اهو، نلاقي حجم سنه كبير. هنعمل ايه؟ فبنبدا نعمل جزء في التركيبه بتاعتنا من فوق بيبقى لثه ما يبانش خالص، ما فيش حد عارف ان دي لثه صناعيه غير احنا والمريض بتاعنا، ونبدا نرسم له رصه السنين الايديال اللي هو عايز يوصل لها، اللي احنا شايفينها جماليا شكلها تبقى لايقه عليه، اللي هي متصممه على شكله وشخصيته وعلى جنسه والكلام ده كله، ويخرج في الاخر عندنا شكله زي الفل. برضو دي بقت حاجه كومن جدا. لان احنا طبيعي خلعنا فتره طويله، الناس بتوع زمان بالذات ما كانش فيه فكره الزراعه دي ولا منتشره، فما كانوش كان العظم بيكش بيجولنا وهم رايحين من الدنيا خالص عندهم. فبقى كومن بالنسبه لنا ان احنا نعوض الفيرتيكال دايمنشنز بالطريقه دي. دي حاجه بقت كومن جدا. حلو قوي. لو جالك عيان مثلا زي هنا، هنا يا دكتور ايمن بدون ما اقطعك، زي ما احنا شايفين اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي لثه صناعيه، مش اللثه بتاعته دي، الحاله اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. دي لثه صناعيه بالظبط كده، عشان خلي بالكم دي لثه صناعيه. اسمها ايه انت قلت لي من شويه؟ اللي هي دي اس دي حاجه كده، دي اس دي، ده ديجيتال سمايل ديزاين. ده اللي احنا بنعمل عليه الديزاين بتاع الاسنان عامه. لكن هنا دي اللثه الصناعيه، احنا لما عملنا ديزاين لقينا ان حجم الاسنان هيبقى مش طبيعي. الله. فاحنا محتاجين نكمل اللثه اللي ناقصه. أيوة. فبنبدا نحط له اللثه دي ونرسمها له بالشكل الايديال، ونحط له اسنان بالشكل الايديال زي ما احنا شايفين. محدش ياخد باله قوي انها خالص حضرتك يعني. لو حضرتك ركزت قوي احنا مفتحين الدنيا، هتجيبها بالعافيه عشان احنا مفتحين، لكن هو بيتكلم عادي مفيش اي حاجه، محدش واخد باله خالص. بس مهم قوي ان السنه ما تبانش طويله قوي وتبان طبيعيه. بالزبط. في فروقات لثه باينه. احنا بندور اول حاجه علاج، واحنا بندور على الطبيعيه. احنا مش عايزين حد يعرف ان انت عامل حاجه، انت ما عندكش سنين خالص، احنا وصلناك ان انت بقى عندك سنين، بس مش لازم اي حد يعرف ان انت عملت اي حاجه في سنانك. عشان كده حصل تطور وطفره كبيره قوي في التركيبات الثابته. حضرتك لو لاحظت هتلاقي ان في تركيبه تبص عليها كده ممكن تبقى الوانها عاديه جدا ومفيش مشاكل، بس دي فيها حاجه مش طبيعيه. اي تركيبه جواها ميتل بتقفل الضوء. سبحان الله السنه بتاعتنا الطبيعيه ترانسلوسن، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء، بينما لو حاجه جواها ميتل بتقفل الضوء، بتفتقر للطبيعي. عشان كده دلوقتي بقللنا قوي استخدام البورسلين بتاع زمان، وبقينا نستخدم الزيركونيوم. الزيركونيوم اللي هو عنده الترانسلوسنسي بتاعت السنه الطبيعيه. وبعد كده الدنيا لما تطورت شويه وصلنا لحاجه اسمها زيركونيوم مالتي لاير. المالتي لاير ده بيبقى عباره ان هو متعدد الطبقات. لو حضرتك بصيت في المرايه على السنه الطبيعيه هتلاقي ان هي قريب من اللثه اغمق من الاطراف. هتلاقي ان هي قريب من اللثه معتمه اكتر من الاطراف، الاطراف فيها الشفافيه اعلى. عملوا بلوك دلوقتي بين طبقات متعدده، كل واحده ليها لونها وليها الشفافيه بتاعتها، عشان تدينا تدريجه الالوان دي.
السنه اللي بتطلع من البلوكيه دي دكتور السنان نفسه ما يقدرش يعرف ان دي مش طبيعيه الا لما يقعد المريض ويكتشفها بالعافيه، يعني يقعده على كرسي كشف ويبدا يكشف بالادوات بتاعته وبيكتشفها كمان بالعافيه لان هي شكلها طبيعي جدا. عايز اقف قدام نقطه، واحد جالك عنده سنه مفقوده كويس، فانت بتكلمه على الزراعه، هو سمع التركيبات، في حوار عقلي جوه دماغه ما بين التركيبات والزراعه، هل هو الزراعة؟ هل في حاجه احسن من حاجه ولا كل واحد يناسبه ايه؟ هي وحده وتضامن يوصلنا لاحسن نتيجه. حلوه وحده وتضامن طبعا. هي التركيبه لوحدها، يعني فكره ان احنا بنبرد سنان طبيعيه عشان نعمل تركيبه الاسنان دي دلوقتي ما بقتش مستخدمه قوي، لان احنا حرام نبوظ التو ستراكشر بتاعت ربنا. لكن احنا بنستخدم التركيبات في حاله احنا دلوقتي عندنا سنه واحده اتخلعت، هنحط الزراعيه لازم هنركب فيها الطربوش بتاعها اللي بيدينا شكل السنه. طب لو انا عندي مفيش اسنان خالص، هل انا هزرع كل سنه لوحدها؟ هل انا محتاج ان انا ازرع 16 سنه فوق 16 سنه وضرس فوق و16 سنه وضرس تحت؟ صعب ساعتها العظم، لا طبيعي ما ينفعش العظم هيفلق مننا. هي نفس فكره لو خشبه دقينا كذا مسمار جنب بعض هتبوظ الخشبه. فاحنا بنزرع من 4 لـ8 زراعات ونبدا نوصلهم ببعض بالتركيبات الثابته اللي هو محتار ما بينهم دي. هي تركيبات ثابته بتكمل لي الشغل بتاعي مش بيتعارضوا مع بعض. يعني التركيبات الثابته تكمل عمل عمل الزراعه ولا تتعارض معاها. لكن لو سنه واحده تفضل لها زراعه ولا تركيبه؟ لا بنحط الزراعيه ونحط عليها الطربوش اللي هو التركيبه ثابته برضه. انا فاهم، انا افضل من البريدج طبعا. افضل من طبعا لان احنا عندنا البريدجز دي اول حاجه العظم اللي تحت السنه اللي اتخلع دي بيبدا يكش. فاحنا عملنا البريدج ده او في الاول اول ما عملناه كان اكيرت جدا ومفيد جدا وما بيدخلش اكل ولا اي مشاكل. العظم كش من تحتيه هيبدا يعمل لنا مارجنز تحتيه تدخل الاكل، هتسوس السنان اللي جنبيها فهتبوظ السنتين الموجوده. في الحاله دي زي ما احنا شايفين دي بنوته كانت خطوبتها تاني يوم حصل لها مشكله كسرت لها السنه بتاعتها. كسرت قبل الخطوبه؟ بيوم. ده بيبقى حسب بقى وحاجات كتير قوي. فجت لنا هنعمل ايه؟ بالظبط هنعمل ايه؟ بالظبط ايوه عكوزات. فاحنا هنعمل ايه فيها؟ حطينا زرعيه مكان السنه المكسوره وحطينا لها طربوش. هي خرجت بعد ساعتين من عندنا بسنانها زي ما احنا شايفين على الصوره الناحيه الشمال. حملت تحميل مباشر لان هنا كان في عندنا جدر. فكره التحميل الفوري والتحميل اللي هو الديليد ده بيبقى حسب الكيس. لو احسن حاجه طبعا في الدنيا ان احنا نخلع ونحط الزراعيه مكانها لان لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء. فاحنا بنقدر نحمل عليها بس بنعمل لها يعني بريكوشنز معينه ان احنا نقدر نحافظ على الزراعيه دي لحد ما العظم يمسك كويس فيها. كمان احنا ممكن بنحمل ساعات فوري في الحالات اللي هي العظم بتاعها يعني كويس، يعني عندي سمك عظم كويس، طول عظم كويس، كثافه عظم كويسه. كل ده بيترجم عندي ان احنا واحنا بنحط الزراعيه في الانيشال ستابيليتي في الثبات الاولي بتاعها بيبقى عندنا تورك عالي جدا. ففي الحاله دي بنقدر ان احنا نحمل على الاسنان فوري من غير اي مشاكل والمريض بيعيش بيها زي الفل. هنا في الحاله دي تنطبق عليها الكلام اللي انت قلته. احنا في الحاله دي بالذات لا، احنا هنا استخدمنا الزراعات المايله عشان نبعد عن اعصاب الفك السفلي. دي اول مره نشرح بقى الزراعات المايله. فكره الزراعات المايله هي ايه؟ الزراعيه المايله احنا زمان لما كان العظم الفك السفلي بيكش بيبدا الاعصاب اللي هي بتاعت الفك بتطلع لفوق. ما هو العظم اللي فوقيها قل. طب احنا هنعمل ايه؟ بدانا عملوا الزراعات بتتحط بشكل مائل بزاويه معينه، الراس بتاعتها بتبقى واخده انجل معينه تطلع لنا السنه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط مش بميول. فقدرنا ان احنا اكننا كده ايه حوادنا حوالين العصب وحطينا الزراعيه بتاعتنا وطلعناها في نفس المكان اللي احنا عايزينه. دي الزرعه المايله. دي زرعه مايله دي دي من الـ من الـ من التكنيكس الحديثه ومن التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده. احنا الحاله دي تحميل فوري. ده احنا عندنا عظم كويس قوي، كثافه بتاعته كويسه قوي. هو ليه خلع اسنانه؟ هو كانت سنانه نفسها الجذور نفسها كانت موجوده فاحنا خلعناها له وبدانا نزرع له الاسنان دي، فهو حجم العظم لسه موجود ما كشش، يعني ما قعدش فتره طويله ولسه من غير اسنان، فخلى العظم يحافظ على حجمه. فقدرنا ان احنا نحط له الزراعات بتاعته، حطينا له 6 فوق و6 تحت وحملنا عليها فوري. بس هنا المريض ده بنبدا نقول له لازم في نصايح يبدا يمشي عليها. ان هو بياكل سوفت فود لمده شهرين، فهو انت بالنسبه له لو مريض جه قال لك انت هتاكلني سوفت فود لمده شهرين هتقوم رادد هتقول له انا مشيتك بدري بسنانك.
فهو بيبدا يمشي. هو السوفت فود ان هو ياكل بطاطس، رز وخضار، رز وخضار عادي خالص وشوربه، بس بقى ما ياكلش مكسرات، ما يكسرش جبنه، مش عارف ايه، شهرين بعد كده ياكل قصب. انا ما عنديش مشكله. قصب؟ قصب هو القصب ما حدش بياكل قصب يعني عادي لا بتعمل في السوبر ماركت دلوقتي بيبقى حتت صغيره كده. والله هروح اجيبه هنا. الحاله دي مثلا، الحاله دي كانت برضو تحميل فوري، كان العظم فيها كويس جدا وعملنا فيها فوري. دي في خلال اسبوع كانت ماشيه باسنانها ما فيش اي مشاكل، واسنانها ثابته وزي الفل ما فيش اي مشاكل. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنعمل عليها فولو اب. احنا المريض بتاعنا عامه اي حد في الدنيا لازم يزور دكتور السنان مره لكل 6 شهور، وبره يعني بيقولوا كل 4 شهور، بس احنا هنا بنسهل على الناس. فهو كل 6 شهور لما بيجي لنا بنبدا نعمل اكس رايز ونطمن على الشغل وكل حاجه تمام، عشان خاطر ما نفاجئش باي حاجه. فدي اتعمل لها فولو اب كتير جدا، ما شاء الله بقى في عظم تكون حوالين الذراعات بشكل عالي جدا، وهي بقت زي الفل. ابدعت يا دكتور كريم، ربنا يكرمك كالعاده، مبدع. الاسم المتميز، الاضافه الرائعه لينا في عالم الاسنان، الاسم الرائع في اداء وفهم وتعايش مع مشاكل طب الاسنان. مهم جدا في دكتور الاسنان يكون متعايش مع حالات طب الاسنان، يكون متعايش مع علم طب الاسنان. وده ملاحظه انا، انه كتير بيتقال بورن تو بي ادنتست، ولد لكي يكون طبيب اسنان. فده فعلا احنا بنشوفه بشكل واضح جدا لما بلتقي مع ضيفي العزيز استاذ دكتور كريم مكادي في الناس الحلوه. خليكم معنا.